ملاحظة مهمة لإخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات، في نهاية مقابلتي هذه راح تشاهدون فيديو للخائن حسين كامل زوج رغد صدام حسين، الابنة الكبرى للرئيس الراحل صدام حسين، ولهذا وجب التنويه. تحياتي للجميع. إخواني وأخواتي متابعين قناتي على اليوتيوب، أحييكم أينما تكونون وأينما تحلون. في البداية أحب أنوه إلى كل المتابعين من الأخوة والأخوات أن يطردوا كل ذيل تابع لعصابات المضاجع وعبدة البشر ومتابعين البشر من جماعة رغد وغير رغد، لأن طفح الكيل مثل ما يقولون، وأنا ما مستعد يومية أطلع أسوي لي فيديو على ست رغد إش قالت وإش حكت وإش لغت. أنا في فيديو سابق قلت لرغد صدام حسين بت الرئيس الراحل صدام حسين الله يرحمه، قلت لها يكفي انت وبناتك تلوصون وتنزلون شغلات، انا ما لي دخل بي، لا عندي علاقة بيكم ولا لي شغل بيكم ولا عندي اتصال بيكم ولا اريد اعرفكم ولا اريد اصلا اجيب طاريكم، بس انتو تجبرون الواحد بأنه يطلع من الطريق. يعني أنا هسه في البداية نقول لو أطلع الرسائل الخزي والعار اللي بعثتها يا رغد بنتك بنت الخائن حسين كامل إلي على الانستغرام، والله حتى بنات الشوارع الساقطات ما يتكلمون بهذا الكلام، مو حفيدة الرئيس اللي مسمية نفسها. أصبح الرئيس صدام حسين بالنسبة إليك يا رغد ولبناتك الساقطات اللي هن خلفة حسين كامل المجرم الخائن، اللي بسببه تم زيادة الحصار على العراق، عشرات الآلاف ماتوا بسببه، الخيانة العظمى، وبعدين رجع انكتل مثل الكلب، مع احترامي للكلب لان ما له ذنب. وانت تعرفين لما رجعت من الاردن كيف كانت معاملة الرئيس إلك الله يرحمه، شالك انت وخواتك وذبكم بمزرعة بتكريت ودخلوا لكم نسوان تكريت وشبعوكم كتل لحد 2003 ما طلعتوا من هذه المزرعة. فأنت انتقمتي من الرئيس أبوك أول واحد، فاللي ينتقم ويحاول يتاجر باسم أبوه كل شي واحد يتوقع منه، يتوقع الخسة ويتوقع النذالة ويتوقع الطهارة ويتوقع كل شي نقص يطلع من عنده. أولا أنت نكرتي، قلتي بأنه من طلعتي أنت والخائن حسين كامل 1995 إلى الأردن كنت ما تعلمين بخروجكم كلاجئين أو طالعين من العراق تسوون انقلاب مثل ما راد رجلك المقبور يسوي، اللي كان عريف وبعدين صار ملازم ولوم الرئيس كان باقي يسوق الموتور مالته ويمشي وياه، سواه وسواه آدمي، وبالنهاية أول ما طعن به هو وبنته الكبيرة اللي للأسف خلفك في يوم من الأيام وجبت العار إله
ولاسمه. طلعتي الى الاردن؟ قلت والله انا كنت مجبورة وما قلت اتكلم. هذا الكلام الفارغ تمشين تقنعين بي السذج والقاذورات اللي تتبعك. ليش؟ لان اولا انت كنت في ضيافة الملك حسين الله يرحمه، وحسين كامل ما كان يقدر يمنعك لو صحتي احد الحراس وقلتي يا حارس بلغ جلالة الملك انا اريد ارجع للعراق، لان حسين كامل وهو زوجي مكت بي وقال بانه راح يسوي انقلاب وانا ما متفقة معه، واريد ارجع الى العراق وارجع الى والدي لان ما اطعن بظهر والدي. بس انت خائنة حالك بل اكثر من حسين كامل هو نفسه، لان انت من صلب الرئيس صدام وانت من عائلته، فكيف على الغريب؟ هو حسين كامل مو غريب، من عمامه. طيب وانت في الاردن كنت تقولين انا مجبرة، بس ماكو واحد ينجبر 6 شهور او 7 شهور قاعد في البيت. كل هذا عفناه وسكتنا وما تكلمت نهائيا، وكنت تعرفين كل الزين بان كان اكو اتصال بيني وبين صدام كامل وبيني ومرات بين رجلك المنبوش حسين كامل اللي كان رافع خشمه ويعتقد بانه هو فد شيء ولازم الكل تسجد له والكل تقعد تحكي وياه وهي مطقطقه راسها ومدنجه راسها، لان القائد الفريق اول ركن حسين كامل دا يتكلم معه كلمة واحدة، يا رغد يا بنت صدام حسين، ما نقول بعد الاحتلال، قبل الاحتلال، اريد مرة واحدة او تذكري لي او احد يذكر لي انت تقولين انا العراق وقاعدة تنفخين بنفسك وانا العراق ويوميا مسوية مناسبة. اريد اعرف قبل الاحتلال كم شخص ساعدتي من العراقيين وفي العراقيين، من اهلك نفسهم التكارتة، من اهلك نفسهم اللي حواليك. انا اقول لك ايش قد؟ صفر. ليش؟ لان انت معروفة من ضمن عائلتك والناس تتصل بي من ضمن عائلتك وعندي علاقات من ضمن عائلتك، قالوا لي اقدر شخص تتعامل معاه هي رغد، بعكس اختك رنا الله يحفظها وبعكس اختك حلا الله يحفظها. لا طلعوا بصحيفة ولا طلعوا باعلام ولا طلعوا باي شيء. واحد غيرك يطم نفسه، يطم نفسه. اليوم المشكلة مو بهذا الكلام. قبل عدة اشهر طلعت علينا المصون رغد صدام حسين في منشور نسب وانذكر اسمي بي، وطلعت بفيديو رديت عليها، وانا ما عندي، انا رجال من اريد اسوي منشور اطلع صوت وصورة، ومن اريد دعم احط الرابط واقول ادعمه. طيب الرابط النشر طلعت انا كذبته ودزيت الرسالة الى رغد وقلت تلها مو انا ولا الي شغل بهذا المنشور، بس من تكتب انا ما عندي علاقة بهذا المنشور، والمدعو لطيف يحيى كأنه انا صانع ببيت اجداد اجدادك. بابا انت شو وقت تعقلون وتفهمون؟ زمانكم انتهى، زمانكم انتهى، ما يرجع ولا راح يرجع، ولا عمركم راح تقودون العراق مرة ثانية، لأن راح أكون اليوم بدون أصلا بعد، يعني أنتم ما خليتوا احترام لحتى الرئيس اللي ضحى بنفسه ودمه وروحه، ما خليتوا حتى احترام إله. خلي أرجع شوية لي ورا، وتتذكرين لما بعثت الرسالة إليك في أول أيام المحكمة للرئيس، قلت لك أنا شغلي محامي دولي،
وانا مو خريج عراق وكذا وحتى يقولون شهادة، انا خريج برا. وقلت لك هذا الحمار اللي جبتيه خليل الدليمي هذا مو محامي وهذا راح يوصل صدام حسين للإعدام، رسالتك كانت انت لا تتدخل ومالك شغل، وهم دخلتيها بشغلات شخصية وانت حكيت علينا وحكيت على عدي وحكيت ما اعرف شنو، انت لا تتدخل. وانا بوقتها كعراقي عندي معارضة مع الرئيس، عندي اختلاف مع عدي، عندي كذا، بس هذه كانت قضية سيادة دولة وسيادة جمهورية راح تتفلش. بس انتو معروفين بالخبث، معروفين بالنذالة، معروفين بالحقارة والحقد. الحقد في دمكم، الحقد مزروع جذوره في عقليتكم المتعفنة القروية البدوية، مع احترامي للبدو، عقليتكم هذه القروية اللي عبالكم تديرون عشيرة مو دولة وصلتكم الى هذا الحال. صدام حسين اكبر غلط سواه في حياته قرب عائلته، اخوته وولد عمه وما اعرف شنو، وشفت النهاية وين وصلت. ابن عمه قرايبه مرافقة هو اللي سلمه للامريكان. وارجع واقول اقسم برب العباد، اقسم برب العالمين، لو صدام حسين وعدي وقصي كان طالب حماية اهل البصرة او العمارة او الناصرية او الكوت، اقصد الجنوب ووسط العراق، كان لليوم حي، كان لليوم اعطوا دمهم وما كان سلموا، لان ذولا اهل غيرة، لان ذولا عدهم شهامة. ولحد يقعد يزاود علي ويقول لي قاعد تتملق لهم، لا قسما بالله، انا عاشرت ذولا الناس واعرف اهل الجنوب ما يبيعون اللي دخل عليهم وما يبيعوا لو تقوم القيامة. هذولا اللي هسه مسمين نفسهم احنا اهل تكريت، وكل واحد عاوج عقاله لو بالاردن لو بتركيا واحنا كذا وحزب البعث، انتو صفر. شوفوا الميليشيات قاعد تفتر في محافظتكم ولعبة بيكم خلقه، وشيوخ العار مالتكم قاعد يخوطون هرايس ويحطون الولايم قدام قادة الميليشيات، وتحجولي باسم الرئيس لليوم، وتحجولي باسم الرئيس والشهيد، وانتم من بعتوا الرئيس وبعتوا الشهيد. وارجع واقول لو صدام حسين وصل الى البصرة او العمارة او الناصرية او الكوت، اقسم بالله هو واولاده لليوم عايشين، وكان اهل الجنوب دافعوا عنه الى يوم الدين. ليش؟ لان اهل غيرة وهل نخوة. انت لا تقولوا لذول الميليشيات وانت قاعد تدافع عن ابو الميليشيات، على ابو مراجعهم، على ابو كل من يدافع عنهم. انا لا اتكلم على اهل الغيرة، اهل الجنوب، الناس اللي تقعد واحدة انت منهم يا رغد، تتذكرين من صحي لهم شروقية، انت واحدة من الشقق، موجود عندي وصلني الصوت والصورة اليك 58 ثانية، يعني حتى مو دقيقة. قسما بالله يا رغد اذا ما بطلتي الملاعب ما تشرح، انشر هذه 58 ثانية الا اخليك تطمين نفسك بعد ما شوفير شكلك الاحد اللي قلت بيها الشروقية والكراد السخفاء جماعة اسرائيل والسمنة الخبثاء. لعد ايش بقيت بالعراق اذا شيعة شروقية وسمنة خبثاء وكراد عملاء اسرائيل؟ ايش بقيت بالعراق؟ ايش بقيتي؟ بالله اهن المسيحيين ناس فقرة، الصابئة ناس فقرة، يعني العراقيين كلهم فقرة. انت تكرهين العراق، انت وحدة ساقطة حاقدة على العراق، ولحد اليوم حاقدة على العراق، وما راح ترجعين للعراق ولا تشوفين العراق، لان انت اولا ما تريدين العراق ولا عمرك ردت العراق. انت وبناتك الساقطات، بنات حسين كامل المجرم الخائن العميل اللي حتى ورط اخوه صدام بلي، تتذكرين انت كل الزين
بليلة الرجوع اتصل بي وانا بلندن، قال لي ابو عمر احكي ويا ابو علي ترى هذا راح يودينا للتهلكة، وكان مريض عنده فلاونزا قوية وصوته بالقوة كان ينسمع، تتذكرين هاي الحادثة؟ قلت له اعطيني اياه، قلت له ابو علي هذه مشكلة وهذه كذا، قال لي انت لا تتدخل، حكى لي اياها بالتكريتي، انت لا تتدخل ومالك شغل، هذه شغلة قيادة. يلا وين صرت؟ حتى قبر ما عندك، حتى ما حد يعرف وين كنت، جثة ماتك ما حد يعرف وين صارت. وانت يا رغد قلنا ليش خلي ندافع عن الرئيس واحنا خلافاتنا نبعدها، وقلت لك انا دا اتفرج على المحاكمة، هذا المحامي اللي جايبيه ترى طره، ترى كل شيء راح يوصله للاعدام، ما قبلتي وبقر خصمش عالي وانت مالك شغل وانت عدو العراق. انا عدو العراق؟ انا لو عدو العراق كان هسه منصبي كبره ببغداد، انا لو عدو العراق كان عندي 4 جوازات اوروبيه امريكيه بجيبي، مو متهجول هاي تقريبا 30 سنه، يلا قبل سنتين اخذت اللجوء السياسي، يعني 28 سنه بسبب اسم والدك الله يرحمه المخابرات الغربيه كانت تلعب بي خلقه. ليش يسموني صدامي؟ ليش؟ لان ما طيت بالرئيس ولا حكيت عليه. اختلاف بيني وبين اخوك موجود، كان اختلاف بيني وبين عدي كان موجود، ولو كان عايش لليوم لليوم انا وياه حي وبطنش، بس ما طول مات مع العلم قتل والدي، لعب خلقه بي، سجن عائلتي، بس ما طول مات اقول الله يرحمه، على الاقل مات بشرف، هو قاتل يسوي شغلات ويا الامريكان دمروا قتل، المهم قاتل الله يرحمه. اريد اعرف يا رغد شنو اللي سويتيه انت للعراق؟ شنو كان منصبك بالعراق؟ كل شيء ماكو، صفر. شنو كنتي بالعراق؟ صفر. خشمك عالي على الفلاح اللي ببيتك، على الجندي اللي كان يحرسك، كنت تلعبين طوبة من الناس، افنا وسكتنا وطلعتي وليتي الى الاردن، والملك عبد الله استقبلك وسواك آدمية، وفي فيديو مسرب تصيحين الملك والمخابرات الأردنية ما باقين يحطوا لي كاميرا بس بالحمام، والله انا لو مكان الملك عبد الله الا اطردك من الأردن ولا اخليك. ليش؟ لان انت وحدة عار ناكرة للجميل، وانا لو اريد ارفع قضية عليك، بس انا ما عندي اتصال بالاردنيين او بالمحاكم الاردنية، واعرف راح اخسر القضية لان بيها علاقات وبيها شغلة سياسة، بس قسما بالله يا رغد لو تحطين رجلك في اي بلد اوروبي الا اقاضيك، الا اقاضيك وبيعك هدومك، اقسم برب العالمين. هذه القصة كلها اللي انا دا اتكلمها على منشور، طبعا هي دائما شو تقول؟ انا ما عندي اي صفحة على التواصل الاجتماعي، وهي عندها تويتر وفيسبوك موثق. انت تعرفون الفيسبوك مو مثل اليوتيوب او غير مكان، الا تبعث هوية تحمل اسم الصفحة يلا يوثقوا لك اياها. يعني هي نكرة قالت عندي صفحة على الفيسبوك او على التويتر، بس اكو صفحة موثقة بالعلامة الزرقاء على الفيسبوك مالتها. شلون توثقت؟ لان بعثت الاي دي مالها او يعني جواز سفر او هوية تثبت اسمها اللي موجود على الصفحة. فلهذا وحدة انت كذابة، 24 ساعة تليفون بيدك، عندك تويتر وعندك فيسبوك وتغردين وتقولين دول المشرفين على الصفحة. هذه الأفلام القديمة ترى نعرفها، وهذه الفرارات ترى نعرفها، كل التغريدات ماتج وآخرها 31/8 هو هذا الفيديو اللي على موده. قبل يوم من 31 أحد أصدقائي بالفيسبوك بعث لي رابط، قال لي أستاذ لطيف رد على هذا الرابط. دخلت على الرابط مرة ثانية، نفس الرابط اللي هو قبل شهر النشر،
باسم ثاني وتبرعوا او اعطوا الزكاة على روح الشهيد صدام حسين، رغط صدام حسين تشترك مع الملياردير، سوتني ملياردير، انا مو ملياردير، مليونير ايه، ملياردير لا مو انا، المليارديرية انتو والعصابة اللي تدعمكم داخل وخارج العراق. كاتبة بانه زكاة او كذا على روح الشهيد صدام حسين، قمت انا كتبت رسالة للفيسبوك وبلغت على هذا الصفحة وكتبت بالكومنت هذه صفحة اولا مزيفة وثانيا هذا الكلام غلط. قاموا الفيسبوك مسحوا اللينك هذا ومسحوا الصفحة وانتهت العملية وخلص. ثاني يوم اتفاجئ باحد الاصدقاء يبعث لي مرة ثانية رابط يقول لي شوف رغد ايش كاتبه مرة ثانية واحنا شو اسمه نبعد ونستنكر وما ادري شنو، ما لنا ارتباط بالمدعو لطيف يحيى. يعني ما تبطلين. وبعدها يوم واحد بالشهر البارحة اخوي هزاع بعث لي هم رابط على الاخبار وشوف القردة، ما هو هذه المشكلة. يعني هسه شوفوا هذا العنوان لهذا الفيديو شلون جذبكم. لو كنا نحكي على الوطن مثل ما كنت مغفل قبل، صار لي 30 سنة مغفل احكي ودافع عن الوطن، كان هسه المشاهدين نقول فد 100 200. لان كتبنا فضيحة، شوفوا البث 1200 هسه، شعب يموت على الفضايح، شعب يموت على اي شيء يتعرى، قذارة، سب، غلط، مصطفى القندرتش بالنمسة، دق ورقص، هذا الشعب اللي يموت عليه. واحد يدافع عنكم لا ما ترضون. من سوينا اعلان قبل ما نبدي البث وكتبنا فضيحة كذا، طلعونا عبدة البشر اللي ما يختلفون عن عبدة البشر جماعة مقتدى او جماعة السستاني او جماعة اي معمم. يا دكتور ما يصير، هسه صاروا مسلمين قاموا يحكوا لي بالاسلام، شوفوا ما يصير، الاسلام وصانا والعروبة وصتنا ما نتكلم عن النساء. بس لما قلنا لكم ياسر الحبيب نسيت الاسلام وخرت على صفحة، بس هذه هيك شغلات تدخلون الاسلام بيها، والاسلام يصير ماكو هو غيره، والعروبة والكذا وتدفعكم النشامة. مع العلم انا اعرف ذولا هم قدماء في القناة، يمكن من تأسس صار لهم 10 سنين مشتركين. كله بلوك وطرد، بلوك وطرد. وهذه أمور خاصة وهاي أمور شخصية. هذا مو أمور شخصية، هذا تشويه سمعة. شو تريدوني أقعد أصير حالي حال كلاب مقتدى؟ هم مع احترامي للكلاب، الكلب وفي، الدواب أو دول الجراوي مال مقتدى ومال عمار الحكيم وما سبته تنقاني وما الفلان وفلان، هم اقعد ونشب يا لطيف الصم حلقك، لان هذه بنت الرئيس صدام حسين. يعني شنو الفرق؟ انا ذولا اكو جماعة صدريين يكتبوا لي رسائل يقولون والله يا دكتور تعرف انت من السبس مقتدى ما يبارد على قلبنا، احنا نمشي ورا مقتدى لان على مود ابوه. زين انتو يا عبدة البشر يلي قاعد تلوموني لا تحكي عليها الخاطر ابوها، لعدت شنو اختلافكم عن جراوي مقتدى؟ شنو اختلافكم عن الدواب اللي يمشون ورا المضاجع وغيرهم؟ هذا اجاكم واحد من دول القذارات، دارو دارو داروهم كلهم دول السفلة. فيا رغد بطلي، اقسم بالله مرة ثانية اي خبر ما لي شغلة، او طلعين انت مري صوت وصورة، طلعي بدقيقة واحدة، ولا تقولين ما عندي تويتر ولا تقولين ما عندي فيسبوك، الاثنين عندك، اطلعي مدة دقيقة واحدة تقولين انا ما لي شغلة بلطيف يحيى بعد، ولا اتكلم عنه وما انزل اي منشور. اعتذر ما تعتذرين مو مشكلة عندي، بس اطلعي وقولي بانه ما عندي صفحات حتى نثق
لان دي يقولون احنا صفحات رغد هذه او دي يتكلمون باسمك وانت تقدرين تبلغين عليهم وانت ما عندك محامين مو استحي على نفسك مثل المقادي انت وهذه شو اسمها حنان عبد اللطيف القرن ماتش تتذكريها تعرفيها من هو اللي قاعد تغرد لك على التويتر وغيرها واحنا نعرفك يا حنونة نعرفك يا حنونة عبد اللطيف انت من هو وين انت فلا تفتحي للجبهة ويا ناس انت ما تعرفي النهاية شلون تكون معاهم وروحي تقولي هم تهديد وما تهديد احنا ما نهدد بس انا افضحك فضيحة الله لان ماضيش كله عندي انت ورغودة فاحترموا نفسكم ولا حد يقول هذه اعراض ناس لو كانوا يحترمون نفسهم ما كان تجاوزوا تكلموا بالسياسة راح يقولوا لها مو سياسية لا اللي تتكلم هذا الكلام وتمشي مسوية نفسها قائد لا هذا سياسية ترد عليها حالة حال الرجل ما طول موجود على صفحات التواصل الاجتماعي وتحكي لك حق الرد عليها من تقعد تسبك او تغلط عليك او تنتقص من عندك لا لك حق تردها فانت وهذا بشار ابن عمك ابن السبعاوي اللي قاعد بالنمسا يقود وتتعرفين كل زين عليه من وغيره 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 اللي قاعدين هنا وهناك اللي يتفاخرون احنا ولد عمه الصدام وولد خاله الصدام وهم باعوا صدام وتاجروا باسمه وانت اولهم احترموا نفسكم احترموا الرئيس صدام حسين بقبره لان ترى قاعد يتقلب ويريد يطلع من القبر يقصقص رقابكم ومتندم على كل يوم خلفك ومشي هذول القرد اللي مسمين نفسهم قرابته اللي نسميه احنا قرابة صدام زين وشفتوا اول من خانه هم اهله وقرابته فيا رغد اخر انذار بعد ما اقول لك ايش راح يصير وراها قسما بالله اخلي فضيحتك هالمرة بجلاجل صوت وصورة سبيت الشيعة سبيت الكراد وسبيت السنة هم هذا العراق واذا ما احترمتي نفسك انت وهذه الدايحة حرير بنتك بعد نقول تتحملون النتائج تتحملون النتائج وانا قلت اي شيء اسمه دفاع عن العراق مالي شغله بيه بعد انا غسلت ايدي من العراق لان اللي يمشي ورا مقتدى هو نفسه اللي يمشي ورا رغد واللي يمشي ورا رغد هو نفسه اللي يمشي ورا صمام الامان يا رغد انت تعرفين كل الزين في الاردن صديقش من هو وشي تاجر وين يودي سيارات للعراق الى الميليشيات وانت تعرفين الكوميشن مالتك ويا مجدية اللي تسمين علي تقولين نصاب كلمة نصاب ترى وصلتني بالصوت تعرفين ترى مو كل من قاعد وراك وياك هذول تملق انت تعرفين انت تموتين على ناس يقعدون ينفخوك وسترغد واحد يفتح لك الباب واحد يسد لك الباب وسترغد جدي وسترغد راحت بس وصلني التسجيل تقولين علي نصاب هذه كلمة راح ادفعك عليها الثمن انا مو نصاب انت النصابة يا رغد انت وبناتك تتذكرين ايش قد خمطتي من قطر بحي الشيخة موزة طردتك من قطر لما عرفت شنو اللي صار ومن الامارات ومن المرحوم القذافي نسيتي ومن الاردن والامارات والبحرين تمشين وتقدين وسويت امبراطورية ايش كبر ايش عرضها بملايين الدولارات ما كفاك حسين كامل وفلوس حسين كامل اللي بكتوها والفلوس اللي بكتوها بالطلعة مالتكم بقيتي على قولة هذول الايرلنديين بالعراق تقطين بالدول ما قمت تقطين بواحد دول كاملة تقطين بيهم وفلس واحد اتحداك يا رغد اتحداك
اذا ساعدت بيها عراقي مسكين فقير نايم على ارصفة الاردن او بالاردن او كان نايم بالعراق او هذا الزكاة والشغلات على مرحوم على روح الشهيد وصلت الى عراقي اتحداك. فلا تقعدين تبيعين وطنية واتحداك اذا اكو عراقي انت شغلتي ولا اعطيتي فلوس وقلتي له هاك هاي من اختك اني بتصدام حسين. لا والله ولا واحد ولا واحد. والناس كلها تكرهك والناس كلها هذول الدار مدارج ذول الخليجيين احنا نقول. انت تعرفين ليش دار مدارج؟ لان يريدون يشتغلون فرنسي وراها بالشلاق. وانت تعلمتي بعد والله لو صدام حسين قاعد هسه الا يملص رقبتك يا رغد انت واحفاده جهال الخائن حسين كامل. هذه رسالتي الاخيره اليك وقد اعذر من انذر. تحياتي لكل المشاهدين وطاح حظ الذيول وعبدة البشر اللي يمشي ورا فلانة وعلانة واحنا نريد نمشي الناس بثقافة جديدة وهي بناء شخصية بدون ما تكون ذيل. لان انت يا اخي يا عراقي حشاك انت مو حيوان حتى احد يجرك يمنى ويسرى. الله خلقك حر ان ولدت حر ابقى حر لا تصير ذيل. اشوفكم على خير. مساء الخير، نرحب بكم في المملكة الأردنية الهاشمية وأرجو أن أقدم الفريق أول الركن حسين كامل حسن الذي حل ضيفا على جلالة الملك المعظم. رغب معالي الضيف أن يتحدث إليكم بعد ظهر هذا اليوم ويجيب على استفساراتكم وأسئلتكم. معالي الجنرال معروف لديكم جميعا، عمل وزيرا للدفاع في الجمهورية العراقية ووزيرا للصناعة والمعادن ورئيس هيئة التصنيع العسكري. أهلا وسهلا. شكرا. ابتداء شكر الكبير لجلالة تعال هنا. الو 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 اشتغل. After each sentence. Well, it is almost simultaneous. Well, we don't want simultaneous. We would rather have consecutive at the end of the answer, as was described. Yes, yes, okay. By this gentleman here.
ابتداء اتقدم بشكر الجزيل لجلالة الملك. I'd like to extend my thanks to His Majesty the King. الملك حسين على استضافته وعلى احتضانه لنا. His Majesty King Hussein for hosting us, due respect. وشكر الجزيل لجلالة الملك لما قدموا من مساعدات وطريق مفتوح إلى العراق. And also my thanks to His Majesty the King for his assistance. For his assistance and opening the way for us here, facilitating our travel. وهذا الطريق من 15 عام تقريبا الطريق الوحيد للعراق. For the last 15 years, this road has been the road to Jordan has been the only road available to Iraq. شكري أيضا للعائلة المالكة وللشعب الأردني الشقيق. My thanks also go to the royal family and to the friendly to the fraternal Jordanian people. المعروف هذا الشعب بالكرم. These people who are known for their hospitality. والتمسك بالعادات العربية. And genuine Arab traditions. من المهم أن نشرح نبذة أو شيء عن الماضي لكي يكون واضح. It is important that we say something about the past so that we be clear. عملت سابقا على تأسيس جهاز الأمن الخاص. I worked before in the establishment of the special security machinery. وهذا الجهاز هو المعني لشؤون الأمن الرئيس. And it is the main machinery in charge of security. وكذلك تأسيس الحرس الخاص. I also established the special guard. وأيضا توسيع الحرس الجمهوري. And the Republican, I worked also on the expansion of the Republican Guard. كان الحرس الجمهوري عند استلامه عند استلامي له لواء واحد فقط. When I took over the Republican Guard, it was only one, and it was very influenced. بسبب الحرب مع إيران. Was very affected because of the war with Iran. كان أحد أفواج هذا اللواء ستة جنود فقط. Part of some regiments of this brigade was made only of six soldiers. وكان الفوج الثاني هو 24 جندي فقط. And another regiment was made only of 24 soldiers. وعملنا على إكمال هذا اللواء ومن ثم استمرينا لإنشاء ألوية أخرى. We worked on the build-up of this brigade and established another brigades. إلى أن أصبح لدينا مجموع الألوية بالحرس الجمهوري 37 لواء. Until we have 37 brigades, a total of 37 brigades in the Republican Guard. ومعروف دور الحرس الجمهوري في الحرب مع إيران. The role of the Republican Guard is well known in the war with Iran. وانتصار العراق كان الفضل الأول للحرس الجمهوري. And the main credit for Iraq's victory in the war against Iran was the Republican Guard. إضافة إلى التطور اللي حصل في الصناعة العسكرية. Not to say the development which took place in the military industry. فكنت مسؤول على الأمن الخاص. I was in charge of the special security. على الحرس الخاص. And the special forces, special guard. على الحرس الجمهوري. And the Republican Guard. وعلى الصناعة العسكرية وعلى الطاقة الذرية العراقية. And the military industry and the Iraqi atomic energy. بعد ذلك أصبحت وزيرا للصناعة عام 1988. Afterwards I became Minister of Industry in 1988. صناعة المدنية وأضيفت هذه الوزارة إلى عملي أيضا. Civil industry was added to my other jobs. عملنا بجد. We worked hard. معروف لدى العراقيين. Which is known to the Iraqis. ودخلنا الحروب اللي حصلت على العراق في حربنا مع إيران والحرب الخليج الثانية. When we entered the wars which Iraq fought against Iran first and then the Gulf War. ولكن للأسف حصلت بعض الإشكالات. But certainly unfortunately there were some problems. والأمور المعقدة في إدارة شؤون الدولة داخلياً. And some complicated matters in the management of the internal affairs of the state. والسياسة الخارجية كذلك. And also foreign policy as well. أدت بالنتيجة إلى تدهور وضع العراق. This has led to the deterioration of the situation of Iraq.
وضع العراق تدهور بالجانب الاقتصادي. Iraq's position deteriorated في كل الجوانب الأخرى. And in all other aspects. في البداية ولعلاقتي مع الرئيس صدام. At the beginning, my relationship with the President Saddam. كنت أوضح هذه الإشكالات وهذه النواقص وهذه التعقيدات التي تؤثر في شؤون أمر البلد. I used to explain to him these problems and complications which affect the country and harm it. ولكن لم يجري تعديل وتصحيح لهذه المسيرة الخاطئة. But this erroneous march, this erroneous trend was not rectified. إلى أن انتهت حرب الخليج. Until the Gulf War was over. فعينت وزيرا للدفاع. And I became Minister of Defense. إضافة إلى مسؤوليتي على وزارة الصناعة. In addition to my responsibility as Minister of Industry. وعلى وزارة النفط. And the Ministry of Oil. وعلى التصنيع العسكري. And military industrialization as well. وبعد فترة قصيرة عقد المؤتمر القطري للحزب. After a short period of time, the regional conference of the party was held. فكان نقدي واضح. And my criticism was obvious. لهذه المسيرة. Of this march or trend. وكان كادر الحزب يسمع بوضوح. And party personnel listened to me carefully. وسميت الأشخاص الذين هم لا يمارسون عمل للدولة صحيح. And I named the persons or officials who were doing the right things in the state. وسببوا هذا التدهور وهذا التلكع في إدارة شؤون الدولة. So I named the person who were doing the wrong things in the state and caused this deterioration. وكان أولهم طه ياسين رمضان. And first man was طه ياسين رمضان. كان نائب رئيس الجمهورية. The vice president. ورئيس الوزراء سعد الحمادي. And former prime minister. وعدد من المسؤولين. And a number of other officials. تحدثت بوضوح كافي. I spoke in plenty of clarity. ووجهت الانتقادات بشكل كافي. And made sufficient criticisms. ولكن للأسف أيضا لم يجري تصحيح لهذه المسيرة الخاطئة. But unfortunately no correction was ever made. تأثرت عدد من أصوات أعضاء القيادة نتيجة هذا الطرح. As a result of my criticism, some party members. وخرجوا 5 أعضاء قيادة خارج المؤتمر. Some 5 party members were dismissed from the party leadership. واستمر الحال في شؤون الدولة على ما هو عليه. The situation continued as it was. واستمرينا في النقد والتوضيح بأن هذا شيء يجعل من العراق دولة متخلفة. And we continued to criticize this situation and to explain that this will identify Iraq as a backward state. رغم أن العراق بلد غني. Although Iraq is a rich state. وإمكانياته متوفرة وكبيرة. And has abundant resources. ولكن الحال هو تخلف موجود. But the backwardness is there. بعد هذا ولم نجد أيضا أذن صاغية لحل الإشكالات وحل المشاكل الرئيسية والمعقدة الموجودة في داخل البلد. We were not heeded when we called for the resolution of complicated problems inside the country. قدمت استقالتي من وزارة الدفاع. So I submitted my resignation from the Ministry of Defense. وحصل اجتماع على مستوى العائلي. And a meeting followed, the family meeting followed. ضم بعض المسؤولين في الدولة من الأقرباء. It included some officials of the state, some relatives of the president. وتم شرح الموضوع بشكل تفصيلي. And the matter was explained in detail. طلب مني أن أعيد النظر في البقاء في موقعي. I was asked to reconsider my resignation. رفضت. I refused. طالما أن سياسة الدولة هي لا تسير بشكل صحيح وشكل جيد. As long as the policy of the state is not heading properly. تخدم المجتمع وتطور العراق والبلد وإنما تسير باتجاه تخلف المجتمع. But is taking place in a direction that will cause Iraq to continue to decline. بقيت خارج السلطة 3 أشهر. I stayed outside office for 3 months. كانت تحصل خلالها 3 أشهر لقاءات مستمرة. And there were a lot of differences which took place during these 3 months. ودعوات للعودة إلى السلطة. And I was asked several times to go back to assuming my office.
وهو يود لي تصحيح الخطأ وتجاوز المشاكل الموجودة. جاءت بدرجة مستشار لرئيس الجمهورية. I came back with the position of advisor to the president. ومسؤول عن هيئة الصناعة العسكرية. In charge of the military industrialization. عن وزارة الصناعة. And the ministry of industry. عن وزارة النفط. And the ministry of oil. عن وزارة التعليم العالي. And the ministry of higher education. عن الطاقة الذرية. And atomic energy. رئيس المجلس الجهد الدولي الهندسي. رئيس اللجنة العليا لجهد الدولة الهندسي. And chairman of the high committee of the state engineering commission. ولكن أيضا الأخطاء مستمرة. But the mistakes continued. ما جرى تغيير على هذه الأخطاء. And no change were ever made to correct these. استمريت بالنقد. I continued my criticism. والتوضيح. And explanation. إلى أن أصبح هذا النقد والتوضيح هو في اجتماعات لمجلس الوزراء. Until this criticism started to take place during cabinet meetings. فكان تقريبا كل اجتماع لدينا إشكالات ولكي نوضح الأمر لابد أن ننتقد الظواهر التي أصبحت تؤثر وتعيق حركة المجتمع والبلد. These problems were almost discussed in every cabinet meeting which was held. وللأسف تصدر كثير من الأوامر وكثير من القوانين المجحفة والمؤخرة لحركة البلد. But nevertheless, laws which were undermining the country's welfare were issued instead. وأصبحت بعض التعليمات هي تختلف عن قانون حتى الوزارات. And some instructions were issued in violations of laws governing the regulation governing the functions of the ministries. لتأخير المجتمع. And this necessarily caused the delay of our society. ومعروف أن السياسة العراقية هي الآن في عزلة كاملة. And it is well known now that Iraq's policy is now in complete isolation. ومعروف أن العراق وضع الاقتصادي هو متدهور جدا. And it's also well known that Iraq's economic situation is very bad. ولا نهتم في إدارة شؤون البلد وإنما نهتم في تعقيد المسائل والمشاكل التي هي موجودة مع العالم. And we are not really interested in solving our own problems as much as we are interested in heightening or intensifying problems with other countries of the world. بعد هذه التوضيحات وهذا النقد الصريح في المؤتمرات الحزب. After these clarifications and criticism in the party conventions. في اجتماعات مجلس الوزراء. In the cabinet meetings also. وبعد معاناتنا وألمنا لهذا المجتمع. And after we explicitly expressed our views in pain. إذن لابد أن يحصل شيء. Something had to happen. فمارنا لسبب القربة مع الرئيس صدام. And a view of my kinship with President Saddam. أن يكون لنا عمل واتصالات سرية. We had secret contacts. ونحن في السلطة. While we were in power. واعتبرنا هذا معيب. And we thought this was shameful. وقررنا أن يكون العمل بشكل واضح معلوم. Sorry, we did not want to have secret contacts with President Saddam. We wanted all things to be in the open. فاختارنا أن نكون ضيوف على جلالة الملك وأن يكون مقرنا هو الأردن الشقيق. So we chose to be guests of His Majesty King Hussein to reside here in Tamir, Jordan. وحصلنا على الرعاية الكاملة والاحتضان وهذا شيء كبير بالنسبة لنا. And we are fully here, and this is a thing which we appreciate very much. أخذت هذه المقدمة لكي تكون واضحة السبب في خروجنا من العراق اللي نعاني من مشاكل كبيرة. هذا هو مختصر وهذا هو السبب الخروج من العراق. This is a summary of the reasons why we left Iraq. وبنفس الوقت. At the same time. سنعمل بشكل جدي متواصل. We will work seriously. لتغيير ما موجود. من نظام داخل العراق. To change the regime in Iraq. وبدأنا الاتصالات مع مسؤولين في الدولة العراقية ومع خارج الدولة. And we began contacts with officials in the Iraqi state and outside the Iraqi state. مع مقيمين خارج العراق ومع من هو داخل العراق. With people. والعيش
الصعب في العراق. And desire to work with us because of the difficult conditions Iraq is suffering from. سنواصل عملنا. We will continue our work. وبهذه المناسبة نقدم دعوتنا إلى ضباط الجيش العراقي. We would like to call on the officers of the Iraqi army. إلى ضباط الحرس الجمهوري. To the officers of the Republican Guard. إلى ضباط الحرس الخاص. To the officers of the Special Guard. إلى موظفي الدولة العراقية. To the civil servants of the Iraqi state. إلى كل المجتمع العراقي. And to all the Iraqi society. بأن يتهيئون. To be ready. لهذا التغيير المهم. For this important change, الذي سيجعل من العراق which will make Iraq شيء حديث, a modern state, يتعامل مع المجتمع العالمي بواقعية, dealing with the international community in international community in realism, ومع المجتمع العربي بتفاعل جيد كبير, and with the Arab community in a state of interaction. نزيل الخلافات والمشاكل. We want to eliminate differences and problems. مع أي دولة عربية. With all Arab states. مع دول العالم. And with all states of the world. ونتجه إلى تأسيس علاقات حديثة متطورة نافعة للبلد ونافعة للعالم. And we want to establish new relations that are useful and beneficial to Iraq. ونتخلص من ما هو معيق. And get rid of لتطوير المجتمع وتأخير المجتمع. And get rid of whatever is impeding our march and our progress. هذا شيء أنا واثق بأنهم جميع ضباط الجيش, ضباط الحرس الجمهوري, ضباط الحرس الخاص. I'm confident that all officers of the Republican Guard and Special Guard هم يعرفون معنى هذه الدعوة. Know the meaning of this invitation. ويعرفون دوري في بناء الحرس الجمهوري وفي بناء الجيش. And they know my role in building the Republican Guard and the army as well. ويعرفون إمكانيتي في تصحيح الأخطاء وبناء بلد مهم. And they know my capability in correcting the mistakes. يعرفون موظفي الدولة. And the civil servants know. ويعرفون أيضا من شعب العراق من هو الذي يتحدث بهذا الأسلوب وماذا يقصد من التغيير. The Iraqi people and the civil servants of the state know who is the man who is making this call and what does it mean to call for such a change. أشكركم وأنا جاهز لأسمع الأسئلة. I thank you very much and I'm ready for your questions. وجه الرئيس صدام أمس اتهامات ضدكم, إذا ممكن تجاوب عن من هون عليه وتعطينا تفاصيل أكثر عن الاتصالات السرية. تحدثت عن الاتصالات السرية وأنت موجود في العراق وأنك فضلت أنه هاي الأمور تكون على المكشوف, هل تعني بذلك وأن أنت موجود في العراق كانت هناك اتصالات سرية معك من جهات معينة؟ لم تكن لدي اتصالات سرية أقيمها في العراق. I didn't have secret contacts while I was in Iraq. ولكن لدي علاقات معروفة. But I have some very known relationships. وأنا معروف على مستوى الحزب وعلى مستوى الدولة في نقد وتصحيح الأخطاء الموجودة. And I'm very well known at the level of the state and the party in my criticism and my willing to change things. والسبب في أني لا أعمل هذه الاتصالات السرية والعلاقات السرية. The reason why I didn't make such secret contacts. هي شعوري بأن هذا معيب بسبب القربة. Is that my feeling that it's not very well seen because of my kinship relations with the president. إذن لابد أن يكون عملي واضح معلوم وليس سري وأنا في مركز الدولة أيضا. So my work should be very clear while I'm out of the of office. في موضوع الاتهامات أو الخطاب الذي ألقاه الرئيس صدام. Concerning the accusations and the speech delivered yesterday by President Saddam. ما كنت في ودي أتحدث في أمور شخصية أحد تخص الرئيس صدام أو تخص عائلة الرئيس صدام. I didn't want to talk about specific things concerning President Saddam himself or the family of President Saddam. ولكن استغربت من الطرح الموجود. But I was very surprised by these accusations. والأمور التي احتواها الخطاب. And the things that were in this speech. لأن الخطاب ناول أشياء
لم تكن هناك شيء من السيئات إلا واحتواها. This speech contained all the bad things that a man could imagine. وأني أقول هنا أني لا سوف لا أدخل في أمور شخصية ولكن أحذر. I'm saying here that I'm not getting into personal things, but I'm warning. أحذر تحذير شديد. A very important warning. من تناول أمور شخصية ليست صحيحة وليست موجودة. To get into personal matters that are not correct. وإذا ما استمرت سأكون مجبر لتوضيح أشياء في غاية الخطورة والأهمية. And if these things do continue, so I will talk about something most serious. لو لم نحس بمصلحة المواطن لما خرجنا من السلطة. Had not we felt the interest of our citizens at heart, لم نكن متضررين. لم نكن. صحيفة الخليج دولة الإمارات العربية المتحدة شاكر الجوهري، هل تعتبر نفسك قد أصبحت الآن خارج حزب البعث العربي الاشتراكي؟ وهل تطرح نفسك بديلا للرئيس صدام حسين؟ وهل تشمل الدول العربية التي متى تتوقع سقوط النظام العراقي؟ ولا أنت مستعد للتعاون في الكشف عن الأسلحة السرية الموجودة في العراق؟ الإسقاط هذا شيء نعمل بموجبه، وأما المواضيع الأخرى هذه أسرار البلد، ولا نتحمل مسؤولية كشف أسرار إلا ما هو مصلحة البلد فقط. We are working for toppling the regime, but as far as the secrets, we will not reveal any secrets about Iraq unless it is in the interest of Iraq. نعم. Sir, can you tell us? تلفزيون ألماني، كيف تقيم وضع المجال العسكري في العراق بعد 5 سنوات من الحصار؟ الجيش العراقي جيش عريق معروف. The question was, how do you evaluate Iraq's economic position after 5 years of the embargo? Military position. محترف متمكن. The Iraqi army is a professional army. It's a capable army. خاض حرب 8 سنوات متواصلة. It fought 8 years against Iran. وبعدها حرب الخليج الثانية. And then the second Gulf War. ولكن بسبب وضع الدولة المتدهور أثر هذا تأثيرا مباشرا على قوة الجيش وعلى حتى تعبئة الجيش. But the deteriorating position of the state has greatly affected the position of the army. What can you tell us about the situation in the Iraqi military since your departure? And there have also been reports that some supporters of you and of your brother have been arrested. Can you tell us anything about that since your departure? مراسل سي ان ان جيرارد كيسل، ما تستطيع أن تقول لنا عن الوضع حاليا في الجيش العراقي؟ وقد ذكرت بعض التقارير أن بعض أقربائك في الجيش قد تم اعتقالهم. الجيش العراقي كما قلت قبل قليل أنه جيش كبير مهم، ولكن بسبب الوضع الحالي تأثر مباشر على قوة الجيش. The Iraqi army is a very important and powerful army. But the present deteriorating conditions in Iraq has greatly affected the position of the army. بنفس الوقت خروجنا أثر تأثير مباشر على وضع القطاعات العسكرية. Also our departure from Iraq has greatly affected the position of the military units there. وبدأ الآن دخول الحرس الجمهوري في كل مدينة بغداد. And now the Republican Guard is spread all over the city of Baghdad. لم نجد شارع. حسين، وقد حضرت وزوجتك معك، فهل زوجتكم وزوجة أخيك أيضا تؤيد ما تقوم به أم أنك أجبرتها على الحضور معك؟ You are the President Saddam, and does your wife support your coming here? And what about your brother? Does his wife also support your coming here? لم يجري إجبار مطلقا، على العكس هم على وضوح كامل وعلى معرفة، وتحدثت معهم قبل أن نقرر السفر ب10 أيام. Both women very well know our intentions and I talked to them about it 10 days before we left Baghdad. وشرحت لهم كل التفاصيل. And I explained to them all details. بدون تردد. Without any hesitation. وكان في بداية الأمر ربما أنه يخبرون أهلهم. Perhaps we thought at the beginning that they might tell their folks about it. ولكن لم أبالي في هذا. But I didn't care about it. وقلت لهم أما أن تتهيئون للسفر معي.
I told them either you get ready for to travel with me. وأما أن أسافر وحدي. Or I'll travel alone. لم تكن هناك ممانعة أبدا. So they didn't mind. وفعلا حضروا معي إلى عمان. They didn't mind traveling with me and they came with me to Amman. الشيخ تحدث التقارير عن وجود صراع بينكم وبين عدي صدام حسين على السلطة وأن لذلك الصراع علاقة بخروجكم من العراق ما مدى تأثير ذلك والسؤال الآخر هل تعتقد أن خروجك سيساعد في رفع أو تصعيد العقوبات المفروضة على العراق من جانب الأمم المتحدة حقيقة الأمر لم تكن لي حساسية أو علاقة سيئة مع عدي I never had bad relations with Aday. ولا مع قصي. And nor with his other brother Qusay. في أمور شخصية. On any personal matter. كانت الحساسية والعلاقة هي انتقاد للوضع القائم كل الوضع القائم. The sensitivity grew from my criticism of the entire situation. وجميعهم يعرفون رأيي في كثير من أمور اللي تخص البلد. And they all know my opinion about questions related to the country, to the welfare of the country. ويعرفون انتقاداتي للسياسة الموجودة. And they know my criticism of the current policy. أما موضوع الحصار. As for the question of the embargo. هو ليس خروجي من العراق وفي أملي أن تبقى العقوبات الاقتصادية على العراق. I hope that the economic general في الجيش. أن قدرتك على التغيير في داخل العراق وأنت في العراق أكثر مما هي وأنت موجود خارج العراق كنت تستطيع أن تغير وأنت موجود قائدا للحرس الجمهوري وزيرا هنا أنت تتوجه بالنداء إلى الجيش العراقي ألا تعتقد أن لو كنت تتحدث إليهم هناك كنت قادرا على التغيير أكثر شرحت قبل قليل بأنه بسبب القربة لا يمكن لي أن أعمل سريا The question was, would it not, wouldn't you have been more influential in doing the change you wanted had you stayed in Iraq instead of leaving it? وكان بإمكاني أن أعمل كثير أثناء بقائي في بغداد. And the answer, I did not want to work in secret because of my, because I am a relative of the president. لكن هذا الأمر وجدته أنه لا يليق. بمسيرتي ولا يليق بتاريخي. It will be unfitting for me to do this. I mean, to work in secret against. أنا أعمل بطريقة سرية كأني فعلاً أخون. أنا أعمل بطريقة سرية كأني فعلاً أخون النظام. If I work in secret, I'll be betraying the regime. المؤتمني في عملي. Which is entrusting me. ولكن أنا أعمل بطريقة علنية. But if I work in the open. يصبح أني منفصل عن النظام then وأطالب في تغيير النظام وهذا شيء إيجابي but if I work in the open لتاريخي ولعائلتي ولعشيرتي ولبلدي but if I work in the open that means I'm separated from the regime and I wanted and I'm doing it the honorable way نعم هل تسعى إلى تغيير النظام بالطرق السياسية أم العسكرية؟ Do you seek to change the regime by military or? تغيير النظام هو يأتي ليس فقط بطريق سياسي مجرد ولا في طريق عسكري مجرد بل سيكون العمل سياسيا عسكريا بطرق استخبارية كثيرة. Change of regimes would not take place by political means only or military means only, but by both and other means. والأرضية مهيئة لذلك. And we have the resources available for us to do this kind of work. نعم. معالي الوزير هل هناك أنا نبيل الغزاوي جريدة الدستور هل هناك دعم أمريكي لحضرتك وما رد على الاتهامات التي أعلنها الرئيس صدام حسين بوصفك خائن وسارق لملايين الدولارات في تصريحاته أمس لم يجري إلى الآن اتصال أمريكي No, the question is did the Americans contact you and what do you have to answer President Saddam accusations that you are a traitor and you embezzled millions of dollars سنحاول الدعم
The answer is that no American, we didn't have any American contacts yet. من الدول العربية. We will try to get support from داخل العراق. Countries and from inside Iraq. وكذلك من القوى الدولية. And from international forces. لماذا نوصف سارقين؟ Why are we described as embezzlers? هل لأننا نحتاج مبالغ من المال؟ Is it because we need sums of money? أنا في بلدي. أنا كنت في بلدي. In my country. ولدي كل الإمكانيات لا أحتاجها. I had all the resources under my disposal, anything I need. وفي وسط عائلتي وعشيرتي. And in the middle of my family and clan. وكذلك أنا مسؤول في الدولة العراقية. And also I'm an official of the Iraqi state. هذا كلام ناقص أني أكون أغرقت الدولارات لكي أهرب كما وصف. This is not true that I embezzled dollars in order to flee the country. Marie called them so many times. Do you see yourself as the potential next president of Iraq? And will you be staying in Jordan, or do you think that you'll go on to another country? One more time. Can we have the question one more time? Do you see yourself as a potential next president of Iraq? And a second question, will you be staying in Amman or will you be going on to another country? السؤال هو هل ترى نفسك الرئيس المحتمل القادم إلى العراق؟ والسؤال الآخر هو هل ستبقى في عمان أم تنتقل إلى بلد آخر؟ عمان بلد عربي شقيق. عمان is a fraternal Arab capital. وجلالة الملك معروف. And His Majesty King Hussein is well known. في دعمه لنا. In supporting us. ودعمه للساحة العربية كل الساحة العربية. And support for all other Arab countries. فهو بلدي. Amman is my country, Jordan is my country. والوطن العربي بلدي. And the Arab homeland is my country also. سوف لا أتحرج في الحركة من عمان إلى أي بلد عربي وحسب حاجة العمل. I will not feel embarrassed to move from Amman to any other capital as the dictates of the situation. لم نأتي للعمل لكي نضع في بالنا أن نكون رؤساء فقط. We are not embarking on this work because I want to become president. بل عملنا لكي يسعد الشعب العراقي. But we are working for the happiness of the Iraqi people. ويتخلص من مشاكله. And to alleviate their burdens. ويعيش حالة استقرار. And to live in stability. وينهى موضوع الحروب المستمرة. And to end once and for all these continuous wars. التي عانى منها 15 عام. Which they have suffered from for well over 15 years. نعم. Jordan Times. بصفتك كنت مشارك في القرار على مدى سنين طويلة، هل تعتقد الآن قرار غزو الكويت كان خطأ؟ وإذا كان خطأ فمن أخطأ؟ Do you think the decision to invade Kuwait back in 1990 was correct or wrong? لا نبحث عن الخطأ الماضي. We're not discussing past mistakes. نبحث عن تجاربنا. We're discussing our experiments. دروس المستنبطة من هذه التجارب. And the lessons we are learning from these experiences. تصحيح ما هو خطأ. And to correct whatever was mistaken. تبني ما هو صحيح. And to entrench or to adopt whatever was right. Vivek Anand from the Jordan Times. Given your intimate knowledge of the workings of the Iraqi regime, how do you see the regime would react to Jordan giving you refuge in Israel? Thank you. سيد Vivek Anand من صحيفة Jordan Times في الأردن. حسب معرفتك بالنظام العراقي، فماذا تتوقع أن تكون ردة فعل النظام العراقي تجاه الأردن الذي احتضنك؟ ما يستطيع الآن النظام العراقي في رد فعل تجاه الأردن. The Iraqi regime cannot now have any reaction against Jordan. غير قادر. It is incapable of doing so. لأسباب نعرفها جميعا. For reasons which we all well know. ولو تمكن لفعل. Had it been able to do so, it will definitely do. ولكن هذا انتحار بالنسبة له. But it will be suicide for Iraq to do it. Do you expect? نعم. When it comes to war, هذا أمر لا قدرة لنا في تحديده. The situation is different. We're on safety now.
هل تشعرون بالأمن؟ السؤال الجواب لحظة لو سمحت، السؤال كان عن أمنكم الشخصي وأمن عائلتكم، كيف تشعرون حوله؟ احنا في غاية الاستقرار، في very safe، والأمن الأردني أمن فعال ومتمكن. Jordan security is a very very effective security. نعرف محاولات ونعرف دخول عناصر، ولكن هذه ستكون فاشلة. We know that attempts will be made probably, but they'll certainly fail. قبل لا نطلع نعرف أنهم سيحاولون. We know beforehand that they'll try. I mean, the Iraqi regime will try to do something against us. ولكن هذا لا يهمنا، المهم أن يكون العراق متحرر. What is important is that Iraq becomes free. مجرد خروجنا. The fact that we have left Iraq. هو جعل منهم أن يراجعوا أخطائهم. Has compelled them to review their mistakes. خروجنا نبه الآخرين من مسؤولين الدولة العراقية ومواطنين عن ما هو خطأ. Our departure has drawn the attention of many Iraqi officials that there are things which are wrong in Iraq. ونبه جيشنا وحرس الجمهوري والحرس الخاص. Also drew the attention of the army, the Republican Guard, the Special Guard. والأجهزة الأمنية. And the security forces also. لأنهم جميعا يعرفون ما هو دورنا في بناء بلدنا. And they all know our role in building our country. ويعرفون إصرارنا في بناء البلد. And they know our determination and insistence to build our country. الأمن الداخلي في العراق، هل هو صحيح أن الرئيس صدام لا يسيطر إلا على بغداد وضواحيها؟ في الأونة الأخيرة هناك كانت معلومات كثيرة عن اضطرابات بالذات في مناطق الرمادي، ما هو الوضع الصحيح؟ معروف المنطقة الشمالية أن الآن لم تكن هناك سيطرة للدولة على المنطقة. It is known that the northern part of Iraq was beyond the control of the state. والمنطقة الجنوبية بعد تجفيف الأهوار. And the southern part of Iraq also was the same. أمنها في النهار أفضل مما كان سابقا. And now it's in a better security situation than before. ولكن قطع في شوارع بين المحافظات الجنوبية كاملا يجري ليلا. But it is safer during the night time than the daytime. ما كان هناك طريق سالك. Sorry, safer during the day than the night. ما هناك طريق سالك ليلا بين البصرة وبين الناصرية أو بين البصرة وبين العمارة. Now the roads are, safe at night between several Iraqi cities. أو الناصرية والكوت. ناصرية كوت. أو الناصرية سماوة. أو الناصرية سماوة. الرمادي مشكلة اللي أثارتها الوكالة الفرنسية كانت خاطئة. معالي الوزير، هل ستعقدون اتفاقيات مع الأكراد في الشمال لإسقاط النظام في بغداد؟ كنا نتحاور ونتصل مع جميع من هم عراقيين وحتى غير العراقي. Will you make some dealings with the northern part, with the Kurds and the north Iraq? He said that with every Iraqi person. Have you discussed with His Majesty King Hussein your plans to topple the Iraqi regime, and do you have his full support to do so? هل ناقشتم مع جلالة الملك خططكم للإسقاط للإطاحة بالنظام العراقي؟ جلالة الملك هو متفضل علينا. His Majesty is giving us hospitality. ورعايته لنا كبيرة. And he is giving his great hospitality. ونحن نعمل ضمن قدراتنا. We are working within our capabilities. في هذا الميدان. In this field. وأي احتياج نحتاجه سنكون حتما نتجه إلى جلالة الملك. And anything that we will be in need, we will ask His Majesty. From Corriere della Sera, do you think that your departure has seriously damaged Saddam? First question, and second question is, how long do you think it will take to topple him, as you say? سؤال أول، هل تعتقد أن مغادرتكم العراق قد أثرت كثيرا على نظام صدام حسين؟ والسؤال الثاني، كم برأيك تحتاجون من الوقت من أجل إسقاط النظام؟ أمر طبيعي أثرت. It certainly damaged. لأن الآن قلت إنه القوات الحرس الجمهوري الحرس الخاص انتشرت في كل مدينة بغداد. I said that all the Republican guards and the special guards now are in every street in Baghdad. وجرى تعزيز لأطراف مدينة بغداد من قوات الحرس الجمهوري. And the outskirts of Baghdad were reinforced with the units of the Republican guard. أما الزمن المتوقع هذا شيء
صعب أن نقول. But as for the time required, it's difficult to say something about it now. Daniel Williams from the Washington Post. Why didn't you just arrange to kill Saddam while you were there, with surrounded by so many troops who respect you so much? لماذا لم تقومون عندما كنتم هناك ببساطة بقتل الرئيس صدام حسين؟ أنا كان جوابي واضح قبل هذا بأننا لم نقوم بعمل ونحن مؤتمنين وصلة القربة بيننا. I was clear in my answer. We would not do anything that is would violate the trust, the position of trust we were holding as an official of the state. Newsweek magazine. Can you tell us a little bit about the Saddam's lifestyle now, how he lives, his moods, and what it's like to be somebody at the top of the Iraqi regime? Are other officials scared, or how do they interact with Saddam? هل تستطيع أن تحدثنا عن طبيعة الرئيس صدام حسين، مشاعره والطريقة التي يعيش بها، والناس الذين حوله هل هم يخافون منه أم ماذا؟ قلت بأن أمور الشخصية للرئيس صدام بسبب القربة سأتجنب الحديث عنها. I said that as a son-in-law of President Saddam, I won't say anything personal. هل إذا توليت الحكم ستكون قادر على السيطرة على العراق وجمعه في حالة الآلي عندك إيران من الجنوب، عندك الأكراد وباقي بغداد التي يسيطر عليها النظام هناك، في حال توليكم هل تتوقعون دعم يمكنكم من السيطرة وإعادة لم العراق مجددا؟ العراق لم يكن ممزق. Iraq has never been torn apart. هذا وصف كبير. This is a big description. صحيح المنطقة الشمالية الآن لم تكن هناك سيطرة للدولة فيها. It's true that in the northern part the state does not control things. وهناك ضعف في المنطقة الجنوبية. And there are some weakness in controlling the situation in the south. وإمكانيات العراق كبيرة. But the capabilities of Iraq are very well known. فمن السهل إعادة الأمن والاستقرار. And it's very easy to restore security to Iraq. His Excellency, we will take one final question, please. آخر سؤال. بغض النظر عن الوقت اللي تتوقع راح يستغرق للقضاء على النظام العراقي، هل تستطيع القول من هنا الآن أنك ترى نهاية النظام العراقي؟ Regardless the time that is required to topple the Iraqi regime, can you say here that you are seeing the end of the Iraqi regime? اللي يحصل في البلد واللي شرحنا عنه بعض الشيء. What's happening in the country that we have explained? جعل من النظام انه في عزلة. Made the regime in a isolated. عزلة كبيرة. In a big isolation. المعالجات اللي اظهرتها الدولة لتلافي هذه العزلة. The treatments by the state to overcome this isolation. معالجات خاطئة. Were very wrong. اتسمت بالإعدامات. Were characterized by executions. بالاعتقالات. Arrests. بالإيذاء بشكل كبير. And to harm and to assault people. وبالتالي زادت من هذه العزلة. So these things increased the isolation. أن يكون البلد عاش حياة ضعف. And the country witnessed a weak situation. يكون البلد ضحى وقدم تضحيات كبيرة من الشهداء. The country had made big sacrifices. وخمسة سنوات هو يعيش في حالة وضائقة مالية كبيرة. And for the last five years he is living in a very bleak situation. ولم تجد هذه العوائل الفاقدة للشهداء أي دعم. And the families of the martyrs had no support. وكذلك لم تجد عوائل العراقية حتى لسد حاجتها البسيطة. And the Iraqi families cannot fulfill their own needs. من توفير الطعام. As related to food. أو توفير السكن. Or housing. أو توفير الملابس. Or clothing. ومن ثم تأتي الدولة في معالجات قمعية قصرية. ليست سهلة. And then the state has repressive practices. الآن هذه كلها تجعل من عزلة النظام. All these contribute to the isolation of the regime. فأمر طبيعي أن يكون السقوط هو لا ريب للنظام الحالي.
So it's natural that this regime will be toppled. شكرا جزيلا. تعبناكم بهذا الوقت. Thank you very much for your patience. وضحنا شيء. We explained something. إذا اقتضت الضرورة سنلتقي مرات وسنوضح أشياء أخرى. And if it's necessary, we will meet again. شكرا لسماعكم ولأسئلتكم. Thank you for your questions. شكرا جزيلا. Thank you very much. أفيد حسين كامل، شكرا لهذا اللقاء مع مركز تلفزيون الشرق الأوسط. لنبدأ بالضجة والتوقعات التي ثارت وصاحبت لجوءكم إلى الأردن منتصف هذا الصيف. هذه الضجة وهذه التوقعات هدأت قليلا الآن، هل يعني ذلك أن الأمال بحصول تغيير سريع في العراق قد تحجمت أو زالت إلى حد ما؟ الضجة الإعلامية أمر كان متوقع لأنها كانت مفاجئة، ما كانت هناك ولا جهة لها علم في خروجنا من العراق، كذلك وضع العراق اللي هو في حال معروف دوليا وعربيا وكذلك شعبيا يدعو للضجة، وكذلك أيضا يدعو لمسايرة نشاطنا وخطواتنا باتجاه التغيير. أيضا من الجانب العملي لا يمكن أن نستمر في كل يوم في تصريح في إجراء ما لم يكن هناك عمل مباشر فعلي يقضي باتجاه تغيير النظام وكذلك يربط فصائل المعارضة وينشط العمل في داخل العراق ويقوي عملنا داخل العراق. فوجدنا في البداية أننا نعلن وأن ننصرف قليلا إلى عمل أشبه بما يكون هو غير معلن. لهذا السبب ربما بعض الجهات اعتقدت أن النشاط خف أو قل، فالإعلام هو لابد أن تتوفر له مادة معلومة واضحة لكي يتحدث ويعلم بما هو متوفر لديه. الآن نشاطنا بدأ يظهر من جديد، هو في إعلاننا أننا ننوي تشكيل مجلس وننوي إعلان برنامجنا ومنهجنا السياسي للعمل القادم في العراق، فهذا كله حتما سيكون للإعلام نصيب في نشره وتوضيحه بشكله الكامل. صيغة المجلس الأعلى للإنقاذ العراق الذي قد يعلن قريبا، هل هو في إطار التعاون مع قوى المعارضة العراقية، خصوصا أن بعض القوى في المعارضة العراقية تعتبر أنكم كنتم جزءا من النظام وبالتالي مسؤولون عن جزء على الأقل مما حدث حتى الآن في العراق، وبالتالي هناك أزمة ثقة، كيف تردون على هذه المقولة؟ احنا عراقيين قبل أن نكون جزء من النظام، والمعارضة أيضا خارج العراق معروفة لها عمل، بعضها يعمل جديا باتجاه العراق وبعضها أصبح حالة ليس جديا باتجاه العراق وإنما يعتمد على جهات مرتبط بجهات. وخروجنا وعملنا ربما أضر بعض من رجال المعارضة أنه أصبحوا أضعف. أبوابنا مفتوحة لإخواننا في المعارضة أينما كانوا، ما راح نكون هناك أبوابنا مغلقة ولا قلوبنا ولا عقولنا، على العكس راح نسمع راح نلاحظ راح نتفاعل بشكل مستمر معهم، ولكن لنا تحديدات على تعاوننا مع المعارضة. تعامل المعارضة، هناك من يحمل اسم معارضة ولكن ليس هو معارضة بالحقيقة، هناك من يحمل صفة أصبحت واضحة أنه يدعو لتقسيم العراق، هذا أمر في منهجنا في برنامجنا، نحن نحارب أي جهة تتحمل أو تعلن أنها تريد تقسيم العراق. وبنفس الوقت هناك من يحمل أيضا صفة معارضة ولكن هو لأعمال تجسسية لجهات دولية أخرى. هذان الجانبين فقط يجعلنا بعض من المعارضة نتجنبهم، وما عدا ذلك أبدا سنكون واقعيين ومسرورين لأي ملاحظة يقدمها رجل في المعارضة إذا كان في الداخل أو في الخارج. ولكن ما هو سر التوقيت في منتصف آب؟ ما هو سر هذا التوقيت خروجكم من بغداد؟ التوقيت حقيقة احنا جزء من العائلة ونعمل مع هذا النظام في العراق ونعمل جديا لخدمة بلدنا كل يوم. العراقيين يعرفون انه احنا نعمل ولنا شواهد كثيرة لخدمة بلدنا، وبنفس الوقت لا يمكن ان يأتي توقيت هو تلقائي مجرد انه فكرنا اذا لنخرج.
لابد أن ترافقوا هذا عمل أولي، ربما أن النظام يغادر السلوك اللي كان هو في مارسو، وهذا السلوك خطأ أدى في بلدنا إلى حالة من الضعف والانهيار ونزول مستوى بلدنا إلى ما هو عليه الآن. مارسنا هذا التوضيحات، قبل هذا استقالينا، قدمنا الاستقالة الفعلية. ما كنت وزير للدفاع، كنت مسؤول على 5 وزارات، قدمت استقالة بسبب سلوك النظام، بسبب عمل النظام الغير نافع لبلدنا بل والمؤذي لبلد. فبعد الاستقالة، بعد المستمرة والنقد إلى حد في الاجتماعات، تحول إلى مجادلات، مجادلات قوية، لأننا ننتقد سلوك النظام بالشكل والصورة اللي كانت عليه واللي لا زالت طبعا. هل هذا يعني فأصبحت إلى هذا النقطة؟ إذن لابد أن نقرر. فلاحظنا، هل نقرر ونغادر ونكون خارج السلطة معزل عنها، أو أن نعمل لإنقاذ أو نساهم في إنقاذ بلدنا العراق؟ فقررنا الخروج. هذا ما كان في لحظة أيضا، هذا أخذ وقت من الزمن وقررنا بالخروج. هل هذا يعني أنه رغم أن النظام يسمح بمقدار من الانتقادات، تكلمتم عن اجتماعات ومناقشات ربما كانت حامية أو ساخنة، ولكن هل رأيتم أن التغيير من الداخل لم يكن ممكنا؟ التغيير ممكن من الداخل وكان أسهل من الخارج، ولكن الروابط قربة وعائلية لا يمكن لي أن أدخل فيها كذا عمل، لأن الجميع يعتقدون بأنني عملت لكي أتولى السلطة، وهذا ليس في نفسي ولا في ذاتي ولا في تفكيري. عملي، توجهي هو أن يتغير اتجاه النهج الحالي للنظام، اتجاه ديمقراطي، اتجاه يجعل للإنسان حريته الكاملة، وكذلك أن يكون مثل ما هو العالم الآن. أصبحنا الآن احنا متأخرين، آخر بلد بالعالم. لو ندرس إمكانيات البلد، وضع البلد، لا يمكن أن يكون العراق بهذه الصورة أو بأفضل 10% أو 5% أو 100%، بل كان يجب أن يكون أفضل بكثير بكثير. كل هذه الدواعي جعلتنا أن يكون قرارنا كما ترى. لقد صارت شائعات منذ مدة أنه قدمت لكم عروض للعودة إلى بغداد، تم نفيها، خصوصا أن التغييرات حصلت على مستوى نفوذ بعض أفراد العائلة، وبالتحديد عدي صدام حسين، وما قيل عن تقليص صلاحياته. كذلك قيل أن السيدة رغدة أن ترئيس ترغب بالعودة. ما هو ردكم على هذه الشائعات؟ ما هي العروض؟ ما كنا في بلدنا وكان كل اعتبارنا ونمارس مسؤوليتنا في السلطة، وما كنا نحتاج إلى شيء من هذه العروض. هل خرجنا الحدود من الحدود وبدأنا نطلب للمساومة بعروض جديدة؟ هذا أمر أعتقد غير منطقي، وإنما هو يثار لكثير من الأمور والاعتبارات. أما أنه أحد من العائلة اللي خرجوا معي يريد يعود إلى البلد، هذا لم يحصل. خرجنا باتفاق كامل، كاملا أنه نخرج من العراق. فهذا كلام أيضا روجته بعض وسائل الإعلام، بعض هناك من روجوا لأغراض، ولكن بالحقيقة هو مو صحيح. وهل كان هناك ترتيب مسبق مع الأردن بخروجكم؟ لا، هذا أمر بالنسبة لي لا يمكن لي أن أجري ترتيب مع أي جهة كانت. الفريق حسين كامل، منذ خرجت من بغداد والآن مضى عليه 3 شهور، توقع الناس أن يحصل هناك تطور دراماتيكي سريع على الساحة العراقية، إلا أن هذا الأمر لم يحدث. هل نتوقع حصول شيء قريبا على الساحة العراقية؟ الساحة العراقية يجب أن نعمل بموجب خطة وعمل، وكذلك هناك أساليب متعددة للعمل، هناك أساليب ممكن أن نصل بسرعة وأساليب ممكن أن نصل على حساب السرعة. في كل الأحوال يجب مدارات كثير من الأمور، واجبة المدارات هي أن لا يحصل انفجار في بلدنا العراق. البلدنا العراق الآن بلد مسلح وبلد كبير وبلد متعب وبلد أيضا ما عادت للدولة سيطرة كاملة على هذا البلد. إذن أي عمل ما يكون محسوب، مدروس، دقيق، متوازن، نخشى انفجار، نخشى حرب أهلي. هذا الجانب الأساسي اللي جعلنا أن نكون متريثين، أن تكون علاقاتنا حتى مع الداخل بهدوء،
مع بعضنا بهدوء ومع أطراف دولية بهدوء. أطراف دولية لا أقصد أننا نعتمد على طرف دولي أبدا، ولكن بما خارج حدود العراق لابد أن نحتاج دعم تسهيلات، هذا هو الأقصد. فكل هذه هي السبب التأخير، هي أن يكون هناك حرب أهلية تحصل في العراق. الحرب الأهلية ربما أقدر أقول مهيئة جدا إذا أخطأنا في التصرف تحصل. فإذا علينا أن نكون الإتقان جيد، العمل جيد، أن نكون أيضا جسور العلاقة يفهمون الجميع، عشائر العراق، جيش العراق، ضباط الجيش، لأن بعض الضباط يعتقد أن ما فاتحنا أننا لا نحتاجه أو ما نريد أن يكون معنا. هذه كلها بدأنا في إعادتها، بدأنا في إسماعهم بأننا جميع ما راح نتخلى الضابط، ما راح نتخلى عبيرة، ما راح نتخلى كذلك عن قومية في العراق، طائفة في العراق أبدا، جميعهم متساوين، الجميع نتعامل معهم، الجميع في ودنا أن يكونون حركتهم هي خارج انفجار لشعبنا لجيشنا العراقي. إذن هذه الخوف التي تكلمتم عنها من حرب أهلية هي مخاوف حقيقية، ولكن هذه المخاوف من صراعات قبلية طائفية هي قد تجعل من بعض العراقيين يفضلون بقاء الرئيس صدام حسين على الدخول مجهول. الرئيس صدام السبب اللي جعلنا نعمل على تغيير النظام في الحكم هو هناك أخطاء كبيرة ألمت بشعبنا العراقي، ألمت بشعب، وهذه الأخطاء عندما معروف حجم العراق وأمكانيات العراق، هل سنين المواصلة اللي أوصلت شعبنا من الفقر والضعف إلى هذا الحد، وكذلك تصرفات بعض دوائر بعض أجهزتنا الرسمية تصرفات غير صحيحة مع مواطنين العراقيين، وضعنا الدولي الآن صار صعب. مواطن العراقي الآن في دول كثيرة بالعالم يعامل معاملة صعبة جدا، يوصفوا لي الآن العراقيين لا أستطيع أتحمل حتى وصفها. فكل هذه ما تحصل في بلدنا العراق، إذا لابد أن يجري التغيير. هذا الحكم أصبح له 27 عام ليس سنة، حتى ربما نفكر بأن هذا الحكم عاد منذ فرصة أن يصلح أخطاء. 27 عام، من 27 عام وثروات العراق تهدر ومواطننا يهان وبلدنا يتأخر، سبب تأخير لابد أن يجري التغيير. ورأي الشخصي هذا النظام كان يجب أن ينتبه وأن يغير نفسه بذاته تجاهين، أما أن يغير السلوك ويغير نهج ويغادر السلطة بطريقة تجعل من العراق بدون الشيء اللي قلنا أن يكون بانفجار أو يكون بحرب أهلية. يتخلص العراق عن ذاك من الضيم والحيف وتنفتح أبوابه ويرفع الحصار ويتعامل مع أشقاء العرب تعامل بمنطق وبتعاون مستفيد منه العراق وأشقاء العرب ومع الدول الأخرى المجاورة وكذلك مع القوى الدولية. هذه كلها ما سواها. فإذا الآن هو إحنا وضع نفسه في زاوية لابد أن يجري التغيير، لابد أن يجري التغيير. عنده فرصة إلى الآن، عنده فرصة أن يجري التغيير. أصبحت هذه الفرصة لا محال إلا أن يغير النظام. هذا على من يعتمد؟ يعتمد على شعبنا، قدرتنا، على طوائفنا، على عشائرنا، على جيشنا العراقي. ماكو هناك نفس طائفي للحد اللي هو لسبب طائفي أو لسبب عشائري، ولكن من تضعف السلطة إلى حد الخوف هذا اللي نخشى أنه يحصل. إذا أردنا نفهم احتمالات واتجاهات التغيير علينا أن ما الواقع ما يجري الآن. بعد مغادرتكم تسارعت الأحداث، كشفت معلومات جديدة عن برنامج التسلح، جرى مية بالاستفتاء الشعبي وما يقال عن تعزيز مؤسسات الدولة والحزب. ما هو تقييمكم لما يجري حاليا وما خطط النظام حاليا في بغداد؟ الاستفتاء للأسف ما كان مطلوب ولا كان ناجح، وهذا أسلوب أضعف الدولة، أضعف السلطة، أضعف النظام بيدهم. كان لازم معني في تقديري ما كان يتجهولوا ولكن غلطهم. طيب لنقل اتجهنا من الأسلوب الثوري إلى الأسلوب الدستوري، لماذا بقى مجلس الثورة وما الذي تغير؟
تغير. وكو مثل عراقي يقول الغرقان تشلب القشة، القشة ما تنقذ. الإنقاذ واضح اليوم، أن يغيرون، أن يتغيرون. ليس من يأتي للسلطة بانقلاب عسكري بتحريك وحدة عسكرية ويقول خلاص أن يبقى مدى الحياة، هذا لا يمكن، لا يمكن. هناك شرائح بالمجتمع العراقي، بالمجتمع العالمي، مؤسسات دستورية رسمية حقيقية، برلمان حقيقي، ديمقراطية، صحف أحزاب مع بعضها، ومن يفشل ومن يربح كما هو العالم الآن. احنا لا غادرنا، تبرنا لأبد الآبدين، هذا الخبر. قلتم أن النظام لابد أن يتغير، وكنت تعني بالتأكيد ربما أو كما فهمت رأس النظام أيضا. هل تعتقد أن الرئيس صدام يمكن أن يتخلى عن الحكم في العراق بسهولة، والحمام الدم الذي أبديتم والحرب الأهلية التي أبديتم تخوفا منها؟ والله في ودي أن يجري التغيير بهدوء، وأن يجري التغيير لكي يكون للمجتمع العراقي حقه ونصيبه في ممارسة كثير من أموره، وكذلك الفرد في استغلال ثرواته والانتفاع من ثرواته. أما أنه لا يجري وعلى حساب شعب العراق، أنه إلى أن يجري الموت إلى داخل العاصمة وإلى مركز السلطة، هذه جريمة كبيرة، جريمة كبيرة حقيقية يرتكبها النظام، وهو يعرف بأن الشعب العراقي الآن أصبح منفصل كليا عن النظام. من يصبح الشعب عن النظام منفصل، هذا أصبح البقاء كارثة حقيقية، وأصبح قدر موقوت معروف، إذا تأخر أو تقدم أنه سيأتي، لا محال سيأتي. زين، النظام اللي يعمل لمصلحة الشعب ويحصل أنه كل هذا اللي يحصل في الشعب من الجوع والإيذاء والإعدامات، وماكو هناك متنفس لمواطن عراقي، لا بالحرية ولا بالكلام ولا بالرأي، وهو يعتقد ومصر ويصرح، والخطابات شديدة القوة وكلماتها مختارة، أنه يخدم العراق والأمة العربية. أي خدمة؟ وين؟ هذه الشيء اللي نخشى، ولكن سيتغير النظام في كل الأحوال كما قلت، اليوم أو غدا. لا يمكن للنظام أن يبقى، نظام من هذا النوع لا يبقى أبدا. البارحة شفنا، البارحة شفنا من اعتدى على رئيس دولته، رئيس وزراء دولته موجود، بسبب تسألوا مو بالشعور أو بالسبب اللي صار في عراقنا، لا أريد المقارنة، هذا شيء آخر، بلد اسمه العراق. فكم من العراقيين الآن هو متحمس للخلاص؟ هناك شيء ربما محسوب أو لا محسوب. العراق اللي دخل 15 عام حرب متواصلة يخلق حالة بنفسية الإنسان أنه يقاتل لأجل بسيط، مو لأجل كبير فقط، لأجل بسيط يقاتل. أصبح تدرب وتمرس وتعلم وخرج من الموت ربما عشرات المرات، فإذا الموت أصبح عادي بالنسبة له. هذا ما موجود في بلدنا العراق وللأسف الشديد. إذا كان التغيير مسألة وقت ليس إلا هكذا تقولون، لكن هل تعتقدون أن التوقيت مناسب؟ بمعنى الأوضاع الإقليمية، هل تشجع الأوضاع الإقليمية والدولية؟ وهناك كلام عن مصالحة عربية مع العراق كمقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي رابين، والجمود الذي صيد بعملية سلام على الأقل لمدة قصيرة. هل تعتبرون الأوضاع الإقليمية والدولية مناسبة وتشجع على التغيير في العراق؟ الخطأ الرئيسي أن الوضع الإقليمي يفهم بأن التغيير ليس بصالح، خطأ استراتيجي. المنطقة العربية عندما نحلل الأمور بشكلها الصحيح، التغيير الآن أصبح مهيئ للعراق، ومهيئ أيضا بالنفع الإيجابي لمنطقتنا العربية. العراق ليس منفصل، بل العراق جزء من كل اسمه الوطن العربي، وجزء من المنطقة المهيئة. هذا أمر نتحسسه. وبنفس الوقت هو ليس العراق والمنطقة العربية هي موجودة، هناك موجودة دول وموجود تكتلات دولية بعضها بعيد عن الساحة، ولكن له الرغبة في الدخول للساحة العربية. ضعف العراق المستمر 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 هو إيذاء للمنطقة العربية
المحيطة لنقل، بقاء النظام على ما هو عليه أيضا إذا في صفحة أخرى. إذن ليس خيار إلا التغيير، إلا التغيير اللي قلنا أن لا يجري دماء. أما حسابات إقليمية من وجهات نظر بأن النظام يبقى أفضل من التغيير وأفضل من الحروب والأهلية، هذه حقيقة أجدها ناقصة، أجد هذه الحسابات غير مكتملة وربما مؤثر عليها القواعد تعتقد الفرصة في أضعاف العراق، أضعاف المنطقة، ومن ثم النفوذ إلى قلب المنطقة وتمزيق تمزيق الأخرى. هذا هو الأمر الموجود. النظام نفسه عندما أي متنفس سيقوى وسيكون مهدد للمنطقة، هذا لا نختلف ولا نأتي بشيء هو غريب عن سلوك النظام. الفريق حسين كامل، تحدثت عن مخاوف التقسيم في العراق فيما لو استمر النظام الحاكم بهذا الأسلوب، هل تعتقد دوليا ويعني أمريكيا، هل الولايات المتحدة ستسمح بهذه المسألة وهي الآن هي سيطر، خاصة وأن إذا نظرنا أن الآن يجلس على ثروة هائلة من النفط؟ في حساباتي تغييراتي أنا أفكر في التقسيم إذا كانت جهة عربية أو جهة دولية هو خاسر أولا. وهذا المنطق أو يخليني أتحدث بها الوضوح والصراحة الواضحة، العراق من نوع ربما بعضهم يفهم أو يتصور أنه كما يشبه شعب آخر أو يشبه شعبه، هذا أمر غير صحيح. كل شعب له خواص له طباع، شعب العراقي له خواص له طباع. الأمريكان أو المنطقة العربية، المنطقة الدولي والمنطقة العربية سيخسرون خسارة كبيرة إذا يحصل انفصال في العراق. ربما في بلد عربي أقل الخسارة، ولكن في العراق خسارة لا أعتقد ليس لها حدود، لأن الخسارة ليس في حدود المجتمع العراقي أو بلد العراق، ستمتد ستتسع، ستكون مسألة ربما أنه تفقد السيطرة أو السلطات البلدان العربية تصير صعب السيطرة لا على العراق ولا على خارج العراق. وهنا شيء يرتبط في محاور دولية خطيرة ستظهر وليس المقاومة حاليا فقط. ولكن إذا كان التقسيم غير وارد فألا يجب الاعتراف أن السلطة المركزية في بغداد تعاني من أزمة في علاقاتها بالمكونات القومية للبلاد، وبالتالي ما هو الحل المطروح من قبلكم لمشكلة القوميات في العراق؟ القوميات في العراق قبل القوميات هناك إنسان إنه عراقي، يجب المبدأ أن يكون معروف أن يكون سائد إنه عراقي، ومن يكون عراقي يجب أن لا يختلف أو لا يميز شخصا عن آخر مهما تكون قوميته مهما يكون دينه، أدنى أديان أدنى طوائف أدنى قوميات. هذا في تفكيري أنا، كردي يجب أن يكون مثل ما هو العربي، بالطوائف العراقية الموجودة يجب أن تكون متساوية، تجدها في ضباط، ضباط بالجيش ليس على حساب النسب، تجد ضباط المخابرات، تجد في الأمن، تجد بالبرلمان، تجد في السلطات التشريعية، في السلطات الدستورية وإلى آخره. انتخابات رئيس الجمهورية يعلن انتخاب اسمه قبل أن نسأل هذه قومته أنه عراقي، من يكون كردي عربي شيعي سني تركماني مسيحي، هذا المبدأ. هذا المبدأ إذا أخذنا به واقعيا في تصوري هذا المبدأ هو الحل الصحيح. هذا لا أتحدث به لأغراض الإعلام والمتاجرة أو، لكن أجد أنه حل حقيقي أن يكونون العراقيين متساويين. ولكن النظام الذي تنشدونه والذي سيتبنى وتتحدثون عن الديمقراطية حقوق الإنسان التعددية السياسية، دائما كانت الاتهام توجه إلى المعارضة أنها عندما تصل إلى الحكم ستنقلب على المبادئ الجميلة التي تتحدث عنها، ما هي الضمانات في حالة العراق؟ الخبرة شيء مفيد، وفي رأيي كل إنسان يجب أن يستخلص دروسه من تجربته. العراق مر في تجربة يعني ليست قليلة الدروس ومؤذية الدروس للعراق للعرب،
ففي رأي كل إنسان عراقي مخلص يجب أن يراعي الدروس بشكلها الواقعي. قلنا بأن السلطة عندما يأتيها رجل بقوة عسكرية يجب أن لا يفكر أنه يبقى بها مدى الحياة، يجب أن ينظر إلى المجتمع العراقي أنه يحتاج إلى التغيير، يحتاج إلى شيء يرضيه. لماذا أتى هذا الرجل إلى السلطة بقوة عسكرية وأزال من قبله؟ باعتقاداته أنه قبله هو غير نافع، إذن هو نفسه اللي أتى للسلطة، لابد أن يضع في حساباته أن يأتي من يأتي بعده لإزالته، وليعتقد أن السلطة هي مكان طبيعي. إذن هذه الدروس، الحرب 8 سنوات مع إيران، الحرب الثانية، الأمور اللي حصلت في بلدنا، تناقضات كثيرة وحرب داخلية ظهرت، وإلى الآن إحنا لدينا حرب داخلية، كل هذه في رأيي تجعلنا أمام درس واضح، لا نحتاج إلى مفكرين ولا نحتاج إلى دراسات، إلا أن نتجه إلى اتجاه حقيقي اسمه الديمقراطية. هذه الديمقراطية يجب أن يكون ملزمة للنهج الجديد. نغير، أمامنا فرصة واقعية أنه لابد أنه لا نعلن على التغيير في اليوم الثاني. فترة قصيرة جدا، حتى كنت في بداية الأمر أن أفكر بأشهر، انتخابات بلد، كل شيء، البرلمان العراقي، رئاسة الجمهورية، من هو يدعي ضروري للانتخابات، وهذه مؤسسات البلد هي اللي تحكم البلد. نفس الوقت هذا رئيس الدولة اللي هو انتخب الشعب، ولو زمن، وبعد ذلك ينتهي هذا الزمن تجري انتخابات أخرى. هذا حقيقة الحل الصحيح للعراق في رأيي، وللمنطقة العربية. المنطقة العربية أيضا تتأثر تأثر مباشر في رأيي بعد حين، ربما أنه بعض من يتصور أن العراق هو أصبح غير مضر، لكن الضرر يعني في تصوري سيكون أكبر أو مفاجئ مرة واحدة. يقال أن النظام في بغداد ألقى القبض على عدد من معاونيكم ومن الضباط الذين كنتم تتعاملون معهم والمسؤولين الذين كانوا على صلة معكم، هل هذا صحيح؟ وهل ما زلتم على القادرين على الحركة داخل بغداد؟ النظام غير قادر أن يلقي القبض على كل العراقيين، وأصبحت حقيقة أن العراقيين الآن همهم الأساس أن يجري تغيير، ولكن التغيير بصفة بصيغة هي أن لا يجري بها قتل وذبح ومثل ما حصل. وكل ما قيل أنه معاونين العراق كلهم في رأيي الآن متفقين على التغيير، كل حتى المسؤولين في الدولة في مراكز الدولة. فألقي القبض عن هذا أو عن ذاك هو عملية يعني في رأي إرضاء، وفي رأي يعتقدون بأنهم يجعلون أنه الضابط أو المسؤول أو الفرد يخشاهم أنهم عنيفين ويلقون القبض على الزوجة ومثل ماذا يحصل على الابن على الأب، وضعوا السجن أو يعدم لأنه انتقد، قال والله يمكن خلنا نشوف حسين كامل مثلاً لماذا خرج قال هذا الكلام، خلاص إذن هو عدم هو عائلته. هذه لا تعني شيء، هذه تضر النظام، وأخطاء النظام المتراكمة جعلته أن يضر. الآن ولا عائلة بالعراق ما أضرها النظام، ولا عائلة واحدة أضرها، ليس مستحقة الضرر وإنما بطريقة غير شرعية. هل أجريتم أي اتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل حصل وأن تلقيتم وعودا غربية أو عربية بدعم حركتكم اللي قمتم بها؟ الاتصالات يجب أن تجري. فهم كثير من إخواننا العرب من خروجنا ما كان واضح في بداية الأمر، وحتى الوسائل الإعلام والمواطنين ما عندهم الصورة والوضوح اللي نتحدث بها، واللي احنا مؤمنين واللي احنا ننوي التغيير بموجبها وعلى أساسها. الولايات المتحدة بلد كبير، بلد لا يمكن لنا التجاوز، نقول الولايات المتحدة ليس لها شأن، لا، ولكن بنفس الوقت هذا التعاون هذا الاتصالات هي تجري بموجب سياقات صحيحة وليس خطأ، ليس خطأ. زميل فادي تحدث قبل قليل سيد الفريق عن المعارضة، أيضا هناك من المعارضة من يعتبرك يوجه لك اتهام بأنك كنت شريك في الحكم ولذلك هو ربما يرفض التعاون معك، فما الذي تقوله في هذه السياق؟ على راحته.
إذا كان من يرفض الحكم على هذه القاعدة هو أمر لا أكون ولا أفكر أن أكون أضغط باتجاه أن يتعاون معي، لأن يعني المعارضة العراقية الخارجية ليس الآن، وأعتقد أيضا سنحتلها الفرصة أن تعمل وين العمل، ونتحدث بشكل واضح المكشوف وين العمل وين تأثيرهم داخل العراق. فبقى هذا كلام فقط للإعلام، فقط للإراء، فقط صراع للمعارضة مع نفسها، وخاصة في إنجلترا مع نفسها. كل يوم الجهة الفلانية مسوي مؤتمر، الجهة الأخرى تنوي تسوي مؤتمر، هذه داعية إلى اجتماع، اللي تسوي مؤتمر هو صراع، بدل هجوم ليش يدي سوي مؤتمر، سووا اجتماع صراع بالاجتماع. اللي يفكر أنه أنا جزء من النظام، نعم أنا جزء من النظام، أنا جزء من العراق، عملت لخدمة بلدي في النظام، هذا ليس معين، أنا أعمل جزء في النظام لخدمة بلدي، أن أرأس وزارات، أن أعمل لخدمة بلدي. ولكن وين الانحراف حتى يقول أنه جزء من النظام؟ وين؟ هل أني قاتلت أحد مثل ما يدعون؟ هل أني أنا صرفت بطريقة مشينة على بلدي؟ هل تجاوزت بلدي؟ أو أني خدمت بلدي؟ لما القياسات لا توضع صحيح، هذا اللي يوهم نفسه. أيوة أنا أوجه كلامي للمعارضة اللي يقول جزء من النظام ويديه ملطخة بالدماء، هو خطأ، هو فاشل اتهامه، وهذا دفع ليس من ذاته بل من جهة أخرى. هو نفسها اللي تتحدث هي اللي لطخت إيدها بالدماء، وهي اللي باعت نفسها لجهات، وهي اللي نفسها قبضت فلوس وتعمل لحساب دول تعمل تجسس، وهي نفسها اللي جالت من سيارات مفخخة بساحات بغداد على وزارات بغداد في مكانات انفجارها، ومواطن عادي ليس له ذنب. هل هذا يعني أن صيغة الحل، الإطار السياسي للحل والتغيير في العراق سيكون عن طريق المجلس الأعلى لإنقاذ العراق الذي قد يعلن خلال الأيام القليلة القادمة؟ نعم، المجلس ما راح نحط له صيغة ملزمة، بعض هناك شخصيات معروفة بالعراق، معروف تاريخها، نظيف تاريخها، بعضها أحزاب موجودة عراقية تعمل، ولا راح نحدد أنه هذا الحزب غير منهجه، ولكن على صيغة راح نعلن البرنامج قبل المجلس. كل هذا برنامجنا، اقرؤوا اسمعوه شوفوه، نريد نتناقش نتحاور. كل المعارضة راح نحاول أن نمد جسور معها، إلا بالصيغة اللي قلت نختلف معهم، ما عدا ذلك راح تكون جسورنا، راح تكون قنواتنا مفتوحة للخارج وللداخل. ولكن المجلس راح يكون بصيغتين، الصيغة الفعالة هي الداخلية اللي تعمل داخلية، أما نرجع للمؤتمرات وللإعلام، لا أنتقص من الإعلام هنا، ولكن بالخطابات وننتقي الكلمات، يمكن بعضهم كثير يتحدث أهم من واحد رجل يقوم عمله بالداخل، ولكن عمل فعلي حقيقي، عمل فعلي حقيقي بالجيش، الشعب، العشائر، سنعمل بشكل ليس سهل. هل نتوقع انضمام آخرين لحركتكم من الموجودين الآن في العراق وفي هذا المجلس؟ نعم، لو أنه بالوقت اللي يريد نفتح المجال لخروج بعض من نريده سيكون، وهذا راح تأتي مرحلة لخروج كثير من الضباط من ندعيهم، كثير من الشخصيات السياسية، وراح أيضا يكون طريق الأبواب مفتوحة أمامهم، يعني لابد أن بعضهم عندما يكون وضع مهدد لا يمكن لبقائه أن يكون في العراق، إذن ليأتي هنا، وبعض من يريد لصفحة أخرى لابد أن يبقى في العراق طالما أنه لم يكشف أو يهدد. تحدثتم عن أهمية الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد العالمي وتأثيرها في المجريات، من القوى الإقليمية المؤثرة سورية التي هناك معلومات صحفية عن اتصالات أجريت معها واحتمال حتى زيارة من قبلكم. لدى وصولكم إلى الأردن قللت القيادة السورية من أهمية تحرككم وضجبة أثيرت، كيف ترى دور سوريا في المشروع التغييري في العراق؟ سوريا بلد عربي، وبلد إضافة إلى أنه بلد عربي هو بلد حدودي مع العراق، جيران. احنا بالمؤتمر الصحفي قلت بأني سأزور سوريا وسأزور السعودية وسأزور الكويت، إضافة إلى وجودي
في الأردن وباقي الدول العربية ومصر وباقي الدول العربية ستأتي زياراتي لعمل للتغيير ما يمكن لي أن يكون أمري بيد جهة أخرى مطلقا. أمري بيد العراق، أنا عراقي ورأيي عراقي، عراقي قومي باتجاه، لا يمكن لي أن أجعل أو أرى بلد عربي أنه لا يهم. راح أحاول أوضح أمري لإخواني لأشقاء العرب منهم سوريا وأشرح رأيي، ومعاونتهم ومساعدتهم بأي قدر ستكون بالنسبة لي مهمة، وسيكون شاكر وسيكون شعب العراق شاكر. ولكن بنفس الوقت لا أسير، لا يمكن لي أن أوجه من أي جهة كانت إلا ببلدي، إلا لبلدي العراق. عندما نتكلم عن القوى الإقليمية المؤثرة لا نستطيع إلا أن نتكلم أيضا عن المملكة العربية السعودية، وهي قوة مؤثرة على المستوى الإقليمي والعربي والعالمي. كيف ترى مستقبلا العلاقة بين المملكة العربية السعودية والعراق؟ السعودية بلد كبير وبلعت له أهمية كما وصفته، لا يمكن في رأيي أن يكون العراق بعيد عن علاقة متينة مع السعودية، وعلى أيضا تفاهم وعلاقة واضحة مع الدول المجاورة العربية قبل الدول غير العربية. والسعودية في رأيي يجب أن يكون لنا علاقات تفاهم، وأن نبتعد عن صيغة الحروب وصيغة التآمر اللي حصلت على كما حصل عندنا بالحرب الأخيرة. فلا نستطيع أن نقول بأننا نتجاوز السعودية، على العكس بأننا راح نكون على علاقة وثيقة مع السعودية مثل ما علاقتنا وثيقة مع الأردن، وراح تكون أيضا علاقاتنا وثيقة مع أشقائنا العرب. سيدي، نبقى في موضوع العلاقات مع الخليج، وأريد أن أعود للوراء قليلا لأسأل عن قرار بل كارثة غزو الكويت التي مزقت الأمة العربية وأهدرت الكثير من طاقاتها وقدراتها. من هو المسؤول؟ وأريد أن أسمع من الفريق حسين كامل موقفا واضحا حول كارثة غزو الكويت. تورط العراق في موضوع الكويت هو خطأ، دخول العراق إلى الكويت هو خطأ. لكن أتحدث بروح قومية وليس بروح عراقية. لابد نحن العرب أن ندرس أي حدث، وأن نظهر دروسه، وأن نستخلص أخطائنا، وأن نصلح أخطأ أينما كان الخطأ في المنطقة العربية. فمن يكون خطأ بهذا الحجم أثر تأثير مباشر على العراق بالوصف والحال اللي احنا به الآن، وكذلك على الكويت وعلى المنطقة العربية جميعها، وحتى على الوضع الدولي. ليس خسارتنا كانت على مستوى المادي انه هاي المدرسة او ذاك المصنع او لا، خسارة العرب بعد دخول الكويت كانت كبيرة جدا، لا الوقت لا يسمح لنا الحديث عنها، كبيرة جدا. اذا علينا انه كل ما هو خطأ ان نتجاوز، علينا ان كل ما هو خطأ مع نفسنا ننتقده، ان لا يحصل خطأ مرة اخرى، لا يحصل خطأ استراتيجي عميق يؤدي بالدول العربية إلى هاوية. لو دخلنا أي بلد عربي يدخل بلد عربي بالوقت الحالي، أعتقد مصير الأمة العربية يكون صعب جدا. تحدثت عن مغامرة كان سيقوم بها النظام العراقي، هل ما زال العراق أولا يمتلك القوة التي تمكنه من احتلال بلد آخر؟ وأعطينا تفاصيل الذي تحدثت عنه في وقت سابق من محاولة دخول الكويت مرة أخرى وربما السعودية. الكويت في شهر العاشر 94 كان قرار اتخذ في دخول الكويت والمنطقة الشرقية من السعودية. تحدث بصراحة، ربما البعض من إخواننا يعتقدها أنه هذه أسرار بلد، ولكن هذه أسرار أمة قبل البلد. الأمة العربية جزء كبير والعراق جزء منها، ولكن أيضا العراق هو بلد صغير نسبة إلى أمتنا العرب. وتقرر وأسندت المهام إلى قادة الفرق، ووضعت خارطة الهجوم، ودرست أخطاء الدخول الكويتي بالمرة السابقة، كل أخطاء، والرجال اللي كانوا هناك قدموا أخطاءهم ليوجدوها لكي
يحصل التلافي بالمرة الثانية بالشهر العاشر أحمد. ولكن أيضا أجل وصارت دخلت روسيا وحصل الاعتراف الرسمي بالكويت وما حصل رفع حصار وصار القرار أنه 31/8 شهر سنة 95 إذا ما الأمم المتحدة فتحت الحصار سيجري دخول الكويت مرة أخرى والسعودية لاعتبار وكارثة للمنطقة العربية كارثة حقيقية. يعني في تصوري في قناعتي الحقيقية لو يحصل هذا ما أتصور لا يمكن أنه فقط العراق لا يمكن شيء ربما جهات غير عربية الآن تسعى للدخول دخول العراق ربما في قناعتي هناك شيء من هذا النوع مو سمعان أو لكن لمصلحته. هل قال أحد لا لهذا القرار؟ لو سمح لزميلي فادي هل قال أحد في العراق لا يستطيعون أن يقولون لا بل هم مؤيدين لكل قرار إذا لكل قرار لكل قرار نعم لكل قرار أنه ندخل الكويت نعم بتصفيق عالي لا ندخل الكويت نعم وبتصفيق عالي. هل هذا يعني هل هذا يعني أنه من الممكن للنظام أن يهرب إلى الأمام مجددا عبر غزو واجتياح جديد؟ هل هذا في عقلية النظام حاليا؟ النظام يعتقد أنه وفر شيء من الرصيد الحالي في المنطقة العربية على عمله على صواريخ على إسرائيل. الحصار إن ما يبقى لأن هو يريد لا يفقد شيء من هذا وبنفس الوقت يعتقد أنه هو بهذا الوضع سينتهي فيريد أن يعمل شيء قبل أن نهايته بشيء آخر ولكن هذه ليس نهاية شخصية هي نهاية نهاية أمتنا أمتنا العربية في تصور ليس فقط ستأتي جيوش كما أتت وإخراج العراق عندي من التصورات عندي من الهواجس عندنا من كثير من الكلام أن يكون شيء خطير خطير. لقد كشفتم عن أسرار لم تعتبروها أسرار عراقية ولكن أسرار للأمة مثل القرار العراق الجديدة في الشهر العاشر من السنة الماضية. هناك سر ثاني قد يكون سر وقد يكون غير صحيح عن محاولة عراقية لإنتاج سلاح نووي مع بداية حرب الخليج الثانية. هل هذا صحيح؟ حقيقة الحفز العراق على إنتاج أسلحة ذات التدمير الشامل هو الحرب مع إيران. كانت سابقا عندنا مفاعل نووي من روسيا ومن فرنسا ومن إيطاليا في العراق ولكن ما كان العمل يتجه إلى إنتاج أسلحة تدميرية أسلحة نووية كما حصل في حربنا مع إيران في حرب العراق. الحرب مع العراق العراق وإيران استمرت 8 سنوات بحرب في البداية أسلحة تقليدية لكن اتطورت هذه الحرب ومن زمنها اتسع وأخذ وقت طويل كل واحد من الطرفين هو بدأ يعمل لحسم الحرب لصالحه ولتدمير الطرف الآخر تدمير أقصى تدمير لنقل شامل أو أقل. فبدأ العراق وبدأت إيران الطرفين بدأوا يدخلون في إنتاج أسلحة تدميرية شامل والطرفين بدأوا يتقاتلون على الأرض إذا كانت عراقية أو إيرانية بأسلحة كيميائية وكذلك الطرفين بدأوا بإنتاج أسلحة بيولوجية بنفس الوقت والطرفين بدأوا في دفع مصانعهم في بدء خبراءهم علماءهم في التوجه لإنتاج أسلحة نووية. فالعراق نعم العراق عنده برنامج نووي واسع واقترب من الوصول إلى قنبلة نووية إلى إجراء تجربة على قنبلة نووية سنة 91 نعم اقترب ولو أنه أراد لو أنه أراد أو حسب حسابات الحرب لكان بوقت قصير يمتلك العراق قنبلة نووية لو لم تحدث نعم لو لم تحدث الحرب وأراد قبل دخول الكويت وحسب في حساباته أنه ينتج السلاح النووي قبل الدخول خلال أشهر يستطيع العراق أن يمتلك سلاح نووي. لكن لماذا لم تنتج هذه لم تجرى هذه هذا حديث هذا حديث له ميدان آخر لا نريد أن ندخل به ولكن الحقيقة الصحيحة أنه لو أراد العراق ليمتلك في زمن قصير أقل من سنة حتما يستطيع العراق أن يكون سلاح نووي.
سيدي النظام في بغداد مصر على اتهامك بأنك أخذت أموال من العراق. وأنت قلت في المؤتمر الصحفي أنهم إذا عاودوا عدنا. هذا جانب. جانب آخر. نعم. هل صحيح الأنباء التي تحدثت أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للإفراج على بعض الأرصدة العراقية لصالح حركتكم مقابل أن يتم توجيهها لإسقاط النظام في بغداد؟ أولا نرجع للأموال اللي ادعت بغداد أن أخذناها أو سرقناها مثل ما قال. نرجع على تصريحات المسؤولين العراقيين. أنتم مؤسسة إعلامية حتما لكم كل ما ينشر وإذا أن يكون هذا وارشيفي تعودون. أرجع على الرقم اللي قاله وزير المالية، قال 7 مليارات 8 مليارات. أرجع على الرقم اللي قاله وزير الإعلام، أظن 35 مليون. أرجع على رقم آخر قاله وزير آخر أيضا رقم 10-12، يعني وهكذا وآخر. هل ستجد رقم يشابه رقم؟ طيب إذا كان حسين كامل أخذ رقم، أخذ مبلغ من المال باللي هم يشيرون، لابد أن يتقيدون بالرقم. أحد الوزراء دي كسره كذا مليون وكذا جزء ووصلها إلى سنتات. فلما الحكومة العراقية تتبنى أمر هو ما موجود، الرئيس صدام يقول 4 ملايين، ووزير المالية يقول 8 مليارات 700، وطارق عزيز كم من المبلغ والله لا أتذكر، ولا رقم يشبه رقم والحمد لله. فلو كانت هناك صحة ودق بشر كما هو، طيب من أين ذي أن أخذ هذا المال؟ هل البنوك العراقية متوفر بها هذا المبالغ؟ 8 مليارات يعني بدك تركب جميل. لا، هل البنوك العراقية تتصل بالبنك المركزي العراقي، ها؟ عندنا في العراق نقول نحلف يمين، قل له هل عندك في يوم من الأيام أنت نصف مليون دولار في يوم واحد؟ أحيانا 200 ألف وأحيانا أقل، وإن كان هذا سر ولكن طالما أنهم تعرضوا. طيب وين هاي البنك اللي احنا فتنو شن المبلغ منه؟ وهل أنا تنوق أنه أنا أودع في بيتي في مكان في مؤسسة أنا أعمل بها حتى أشيلها بالوقت اللي يجبني؟ الجانب الآخر، إذا كنت أنا أخذت هذه المبالغ كلها وطلعت الحكومة العراقية، شو الحكومة العراقية لا تعلم؟ طلعت بوضح النهار، ما طلعت متخفي. وأعتقد أي واحد يجي على مؤسسة مالية يكسر الباب ويطلب منها المبالغ، هذا أمر راح تعرفه الدولة العراقية خلال فترة قصيرة جدا، دقائق. والوقت اللي أخرج من بغداد حتى أصل إلى الحدود الأردنية بالسيارة وقت كافي أنه تعلم الدولة العراقية، وذا عشرات البيانات، وطائرة هليكوبتر من أي وقت ها تستوقفني بالطريق أو من أصل الحدود. لاحظ هذه كلها أخطاء متأسف أن نسمعها من حكومتنا، ولكن بنفس الوقت هي موضحة لحكومتنا الحالية، لنظامنا الحالي، إيش كثر هو من الزيف، إيش كثر هو من الكذب، إيش كثر هو من الأمور اللي يظهرها. أظهرها طق عزيز يتحدث ويا إكلوس يقول له حسين كامل هو المسؤول، هو وزير النفط هو المسؤول اللي أخفى الحق، ويسأل يقول له إكيوس نفس اليوم يقول له إكيوس أنا طارق عزيز أنا مسؤول أخفيت المعلومات مو الرئيس صدام، لأسباب أنه نعرفكم أنتم مجديين. نسى حسين كامل أن مثل يقول حبلة كذب قصير، نسى فورا انه انا المسؤول، ويظهر لنفسه انه هو يعني مو الرئيس مو الحكومة، لان هو طارق عزيز اجتهد واخفى المعلومات، مو الرئيس مو الحكومة يقية، يعني يعود يظهر شيء من هذا. هذا كلام حقيقة مليء بالتناقضات، مليء عن سلوك دولة لها اعتباراتها لها نظامها. والافراج عن الارصدة العراقية الارصدة العراقية ما فاتحنا الولايات المتحدة في هذا ابدا، ولا اي جهه، لا عربيه ولا جهه دوليه ابدا. هذا امر الى الان هو جانبي، ولكن موجود في التفكير، موجود في التفكير.
يا سيدي إذا سمح لي الزميل فادي، نحن في الام بي سي مهتمون أن نعرف الطريقة التي يمضي والجانب الإنساني من أوقاته الفريق حسين كامل مع أسرته، أيضا لنضع حد للمناقشات الأسرة على هذا وأن، فهل بالإمكان أن نتفضل أخش من ماضي أيضا الطريق من عمان إلى بغداد طريق طويل، كنا عدد من السيارات ورجال حماية ومعروفين، فهل يجري إجبار بهذا الطريق الطويل أو تضليل؟ هذا أمر أعتقد صار مفهوم صار واضح، ولكن أيضا النظام من خروجنا بدأ يتعلل وبدأ يضع أمور هي ليست صحيحة وليست في صالحه. لدي من الإمكانية الأبرر لو أنه استمر، لكن هجد من هذا الجانب، عرف أنه الأمر هو لا يخدم. وأيضا أنا ما كنت أريد أن أدخل فورا رغم أنه كانت تمس بشكل مباشر، فإذا هذا الأمر هو غير صحيح غير واقع. موضوع التصوير أو موضوع المقابلات، احنا عائلتنا حقيقة ما تعودنا على هذا الجانب، إذا كان هذا الأمر صح أو خطأ نهجنا ما تعود. كانت عندنا مجلة المرأة تصدرها اتحاد النساء العراقي، مرة نشرت صورة لنا عائلية الموجودة وسحبنا للعدد بعد أن ظهر بالسوق وشفناه، سحبنا للعدد اللي استطعنا وعتبنا على اللجنة أو أسرة التحرير من هذا، هذا مو صحيح، ما شفتونا احنا أهلنا أو في يوم من الأيام أظهرنا صور، ولا أكو مقابلة إعلامية ظهرت قبل لا أجي لأسرتي مطلقا. فهذا أمر إذا انتهينا منه تعودنا ومستمرين على التعويض، الرجعة صارت صعبة. لكن أكيد أقول أنه هذا الأمر هو غير صحيح، وأعتقد أيضا بغداد تخلت عنه لمعرفتها أنه هذا الأمر غير صحيح. نشكر الفادي حسين كامل على هذه المقابلة، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لجهودهم وللأم بي سي العربية اللي تاخذ شمول وتاخذ تغطية كبيرة في عالمنا العربي، اللي احنا نحتاج إعلام يغطي ساحتنا العربية لإخواننا أشقائنا في الوطن العربي وكذلك خارج الوطن العربي. شكرا شكرا.